استؤنفت عمليات إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في 24 من ديسمبر الماضي بعد توقف العمليات منذ 5 أعوام، إذ سيعزز ذلك الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500,000 برميل يومياً. وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي الخفج والوفرة مناصفة بين الدولتين، حيث كانت المعاهدة ملحقا لمعاهدة المحمرة، وذلك عندما رسم السير بيرسي كوكس في اليوم 6 من الاجتماع بالخط الأحمر الحدود على الخريطة التي اعتمدت من قبل الكويت والسعودية والعراق، وتقرر بناء عليها إنشاء منطقتين محايدتين، الأولى بين الكويت والسعودية والثانية بين العراق والسعودية. ثم بدأت مفاوضات التقسيم بعد وقت قصير من لقاء حكام الكويت والسعودية عام 1960 على أن المنطقة يجب أن تقسم، ومن ثم وقعت الحكومتان الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 من يوليو عام 1965، وتم التوقيع على اتفاق ترسيم تقسيم المنطقة المحايدة في 17 من ديسمبر عام 1967. وفي يوليو من عام 2000 جرى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين للمنطقة المغمورة، وهي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية. وفي أكتوبر عام 2014 أغلق البلدان حقل الخفج لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق حقل الوفرة في مايو 2015 لعقبات تشغيلية. واستمر التوقف حتى نهاية العام الماضي إلى يوم 24 من ديسمبر 2019، حيث استأنف البلدان توقيع اتفاق بشأن حقول المنطقة المحايدة، حيث شملت المراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما. الاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة لا في البر ولا في البحر. الحوار السياسي يستضيف النائب السابق صالح الملا والنائب ورئيس لجنة الشؤون البرلمانية الدكتور عبد الكريم الكندري في مناظرة مفتوحة حول المنطقة المقسومة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة خاصة من برنامجكم الحوار السياسي. هذه الحلقة تأتي يعني نظرا للأحداث اللي جرت في الأسبوع الماضي من بعد إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة، وأصبحت أمر واقع ونافذ بعد إقرارها من غالبية أعضاء مجلس الأمة بأغلبية كانت ساحقة جدا. طبعا الهدف من هذه الحلقة ليس يعني الإساءة للدول الصديقة والشقيقة، وإنما هي شأن كويتي خاص. نتكلم عن هذه الاتفاقية من ناحية جدواها الاقتصادية وفوائدها للكويت، وأيضا سلبياتها، والفريق المفاوض كيف تفاوض لتحقيق هذه الاتفاقية. طبعا الاتفاقية الآن فيها العديد من المواد، فيها العديد من البنود، بعضها يتعلق بالجانب السيادي، بعضها جانب ترسيم الحدود، هل أتت بجديد أم لا؟ أكيد راح نتناولها بشيء من أو بكثير من التفاصيل في هذه الحلقة. في البداية أرحب بضيفي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، حياك الله دكتور. الله يحييك، مساك الله بالخير. وأشكر يعني توقيع الاتفاقية اللي خلاك تطلع لنا اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله. وأيضا أرحب النائب السابق العزيز صالح الملا، حياك الله أبو محمد. أهلا فيك. هلا. بداية محمد، يعني أنا بقسم المحاور اليوم، ولكن ودي أتكلم في بداية يعني الشأن السياسي في هذه الاتفاقية. أنت لما أقرت هذه الاتفاقية خرجت في تويتر وكتبت تغريدة، قلت الأخ الفاضل الدكتور عبد الكريم الكندري، علمت بأنك ولجنتك الموقرة درستم اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم المهمة والمصيرية بكل جوانبها الدستورية والقانونية والفنية بيوم واحد وبجلسة واحدة، وأصدرتم تقريركم الداعم لها، بل وأنت دافعت عنها. قلت غير معقول، وأنا أسألك هذا صدق ولا لا؟ ده صحيح. يعني وين مشكلتك؟ يعني أنا هذا الجدول الزمني ما جبته من عندي، يعني حتى الدكتور عبد الكريم صحيح لي، هو ذكر حتى في الجلسة، يعني هي أحيلت من رئيس مجلس الأمة يوم 7، عقدت جلسة يوم 9 للحكومة لاستعراض الاتفاقية ومذكرة التفاهم، ثم أحيلت للجنة الشؤون الخارجية، اللجنة المختصة. لجنة الشؤون الخارجية عقدت اجتماعا واحدا أعتقد مدته 6 ساعات إذا ماني غلطان أو 7 ساعات،
وخرجت بالتقرير اللي عرض على المجلس ونقر بجلسة واحدة. لا يمكن يعني أنا باعتقادي وأنا عضو سابق في أكثر من مجلس وشاركت في لجنة شؤون خارجية وعرضت علينا معاهدات كثيرة. صحيح المعاهدات اللي تخلصها بيوم واحد هذه المعاهدات النمطية ازدواج ضريبي إلى آخره. أنت تتحدث اليوم عن معاهدة مصيرية مهمة حساسة كما ذكرت تتعلق بالسيادة وبالثروات وبالحقوق خصوصا على حسب ادعاء الآن وزير الخارجية ووزير النفط ورئيس مجلس الأمة بأن هذه الاتفاقية اختلفت عن كل الاتفاقيات السابقة وإن كانت اتفاقية يعني هذه لاحقة. ما راح أتكلم أنا بس أنت شنو اعتراضك على اللجنة بهالحالة؟ لا لا أنا كان بودي أنه اللجنة تأخذ وقتها. يعني ما المانع أن احنا نقعد أسبوع أسبوعين زيادة؟ تصور يعني مع كامل احترام التقدير اللجنة لم تستدعي أحد سوى ضيف واحد لتستشيره وهو الأخ العزيز الكبير كامل الحرمي. كل من حضر إلى اللجنة الفريقين الحكوميين والنواب هذا مثبت بتقرير اللجنة. يعني أنا لم أستدعي. تبى تقول سلق الاتفاقية تم؟ لا يعني أنت يعني قد تكون الكلمة شوي يعني قاسية يعني يكون حساسين الأخوة منها. لا أنا أقول استعجلوا ولم يتثبتوا من المعلومات. أنا على الأقل أكو خلاف هنا أثرناه في المؤتمر الصحفي أنا والدكتور عبد السميع بهبهاني والدكتور العزيز عبيد الوسمي على موضوع تغير الحدود والإحداثيات. طيب عرض لك فريق وزارة الخارجية بأن لم يتغير شيء وأن هذا النظام الإحداثيات تغير هو النظام الحديث فالأرقام اختلفت. إحنا ما نتكلم عن أرقام حتى بالأرقام الجديدة هناك تغيير. إذن ما المانع أن تستدعي خبراء جيولوجيين أقصي الجانب الآخر أو باحثين في علم الخرائط يا جماعة تثبتوا من معلومات الحكومة صحيحة ولا مصحيحة أنت مسؤوليتك مراقبة. خلنا نسمع دكتور عبد الكريم يعني أنت سمعت إلى كلام أبو محمد أن أنتم استعجلتوا في إقرار الاتفاقية ما شاورتوا وما أخذتوا آراء أخرى وبالتالي خرجت هذه الاتفاقية بعجالة وفي هناك من انتقد أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية نمسي على الجمهور بالخير أعلم تماما بأن الكل منتظر هذه المناظرة. بداية لابد أني أنا أوضح سبب خروجي اليوم في هذه المناظرة أمام يعني أمام العلن. أمانة مجموعتين، مجموعة قالت بأن احنا ما نعرف هذه الاتفاقية ولكن احنا وافقنا عليها لأن لقينا اسم عبد الكريم الكندري وهذا يحملني أمانة كبيرة بأني أنا أطلع اليوم وأوضح لهم أن شاء الله ثقتكم في مكانها. ومجموعة أيضا نحترمها انتقدت عبد الكريم الكندري وقالت أن عبد الكريم الكندري تبدلت مواقفه وفجأة وافق على اتفاقية ادعى البعض بأنها بيع للبلد وتنازل عن السيادة ولدرجة هناك من وصفها حتى بالخيانة. أيا كان في النهاية لابد أن نوضح بأن هذه الاتفاقية اللي هي أمامنا تسمى اتفاقية بسيطة بموجب القانون الدولي بما معنى هي اتفاقية بين طرفين. مهم جدا أن نوضح أن هذه اتفاقية لاحقة لاتفاقيات كانت موجودة سواء كان الأصل في سنة 1922 اللي حكينا نسميها المنطقة المحايدة ثم قسمت في اتفاقية 1965 باتفاقية وغيره من محايدة إلى مشتركة لأن اكتشفنا نفط بعدين 69 و2000 69 من ثم 2000 فبالتالي اليوم احنا ما نتكلم عن ما حصل في سنة 1922 اوكي انا لا قبلها ليش لا 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 نقاط مهمة ما يخالف قاطع لأن في ناس تتوقع بأن احنا اليوم كأننا تنازلنا عن أراضي وحطينا خريطة مثلثة بس انا طويلة. طريقتكم ليش بسرعة يعني راح ارد ما يخالف انا راح ارد لكن ايضا انا من حقي اني انا اوضح كل شيء. نرجع الحين إلى 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 المدة الزمنية. طبعاً أنا من ذكرت في القاعة أمام الملأ بأن الاتفاقية أحيلت للجنة بتاريخ 7/1 في 9/1 أنا من طلب أيضاً بأنها تعرض للرأي العام بالجلسة المفتوحة. بالجلسة العلنية حتى الناس اللي كان عندها شكوك يعني تطمن بأن هذه الاتفاقية ما فيها شيء. 16/1 أحيل أو مكتب لجنة شؤون الخارجية كما هو دارج وفقا لقرارات لجنة شؤون الخارجية يعطينا رأي القانوني بمسودة ثم نوزعها على النواب. اجتمعنا بتاريخ 20 نعم اجتماع واحد ليش؟ أنا أقول لك ليش هذا المعترض عليه أبو محمد يعني. نعم شوف الاجتماع استمر 8 ساعات كان فيه 16 نائب غير أعضاء اللجنة وكان في فريق حكومي من الخارجية وفريق حكومي من قيادات النفط وكذلك طلبت استدعاء وزارة المالية بالإضافة إلى وجود خبير نفطي ومحلل نفطي سيد كامل الحرمي. الثمان ساعات كان بالإمكان أني أنا أسويها اجتماع يوم الأحد ساعة
هو يوم الاثنين ساعة ويوم الثلاثة ساعة، أو ممكن أني أنا أخليها 8 ساعات، اليوم الأول نجتمع أوزع المسودة، الاجتماع الثاني أعرض فيها أو أسأل فيها المختصين، من ثم اجتماع أخير وهو مثل ما جرى العادة أنه بس يجتمعون النواب ويصوتون على التقرير. في النهاية أنا أمام اليوم اتفاقية إذا خلصتها راح يرد عندي إنتاج، فالتايم بالنسبة لي مهم، وأنا قلت هذه في القاعة ما خشيت من أحد، قلت نعم أنا مستعجل في هذه الاتفاقية. أنت قلت أن أنا مستعجل. نعم أنا مستعجل في هذه الاتفاقية، أولا لأن كان عندي مضبطة جاهزة وحيلت لي بتاريخ 9/1 جلسة كاملة عرضت وناس ناقشت وأسئلة أخذتها. أوكي. طبعا أنت لا تحسب لي الاتفاقية أنك كنا كأنه بيوم واحد إحنا قريناها، إحنا عندنا شهر كانت داخل من مناقشات من ما يعرض، أكثر من ذلك حتى فيما يتعلق في اللجنة نفسها، في اللجنة اللي استمر اجتماعها 8 ساعات تأكد بأن لا يوجد أي سؤال وين مناقشة أثير وين مناقشة خارج وين مناقشة يقول لك عفوا وين غير اللجنة وين مناقشات قلت شهر مناقشات وين داخل إحنا يعني معلش يعني في النهاية إحنا داخل مجلس الأمة في اليوم أنت خارج مجلس يعني الأمة نعم حديث جانبية إيه لا عندنا إحنا داخل مجلس الأمة اللجنة كانت صالح إيه. إحنا نتناقش النواب والإخوان الأعضاء أعضاء اللجنة وأعتقد أنت تعرفهم جيدا حديث جانبية لا ما شيء جانبي في النهاية أنت تعد مسودات أنت تكلف الخبراء وغيره في هذا الموضوع فهذا خذ منا شهر ويينا بالجلسة وأيضا ناقشنا مثل ما أنا أقول لك هذه الاتفاقية بالجلسة لا يقول هو نقطة ما قاطعك بس هو ليش ما استدعيته أنا سمعت سؤال أو حاجة تفضل أنا ترى ما أعطيتني الوقت ترى أنا عندي حاجة أنت خلصت سؤالك لا أنا إيه ما خلصت ما علي إن شاء الله الوقت قدامنا ما في مشكلة الوقت قدامنا في النهاية الناس تعرف الحقيقة أكيد وحين راح نبين الحقيقة في النهاية أنا أخذت شهر وأخذت وقتي أخذت شهر أخذت وقتي نعم فيما وصلتني الاتفاقية أنا الاجتماع حيلة يوم 7 ساعات حيلة يوم 7 شون شهر محمد والله ما قطعتك وعندك أدري وقتك. بس لأن مخالف إحنا مو انتخابات جامعة لا عشان تستدرك ليش علاقة الجامعة لا يعني أقصد هذا أسلوب أنت يوم كنت طالب وكنت طالب أبالي بس في النهاية أنت رجل نقابي وأنا رجل نقابي خلنا نسمع حتى في النهاية ترى الناس والله خذوا شهر بس يعني هذه زين نقطة مهمة أنا بأقولها بأن هذا الوقت اللي إحنا نراه بهذه الاتفاقية اللي من وجهة نظرنا هي اتفاقية ضخمت وأعطي أكثر من ما هي عليه أوكي. لأغراض أخرى لكن السؤال اللي لابد أنه يوجه حق الأخ صالح الملة أنت أعطيت رأي في هذه الاتفاقية بيومين هذه الاتفاقية بهذا الورق وأنا قاعد أقول لك أخذ وعطى ونسمع ونشوف أنت قعدت يومين ثم أبديت رأيي في هذه الاتفاقية وقلت وتحسبت على العالم وقلت هذه الاتفاقية يعني بيع بلد وفيها ويوم سألوك الناس قلت أنا ما قريت عنها فبالتالي يا جماعة من اللي عنده مشكلة الحين أنا عرضتها في جلسة علنية وأخذت المضبطة وأنا في النهاية طلبت رأي فني واجتمعت اجتماع كان بالإمكان بأني أنا أقسمه على 3 أيام وأعتقد تروح المشكلة يعني أنا لو أقسمه على 3 أيام صارت الاتفاقية زينة أوكي خلا بس خلا خلي جاوب إيه بس لا جاوب شو أنت تقول يوم واحد وأقول قاعدين شهر كامل يقرون قعدات مكاتب وهذه أنا أتكلم عن اجتماعات قعدات جانبية قعدات جانبية تعنيني إطلاقا إنزين يعني سويناها اجتماع ثلاث سويناها بثلاث أيام يكون زين؟ أنا بالعكس هي بجودة التقرير أنا بحسن الظن فيك وإن شاء الله أنت الظن فيك حسن أنا اللي قاعد أقوله إنه هذا الجهد يجب أن يبذل وتسمع كل الآراء لحساسية وأهمية هذه الاتفاقية يا أخي عبد الكريم أنا عمري ما قلت إنك أنت متعمد إنك تسويها بجلسة فبالتالي تبي تتلاعب تقسم 8 ساعات على 3 جلسات وقول أنا سويت 3 جلسات لا أنا بيك تقعد 3 جلسات وأنا أثق فيك وأثق في الأخوان في اللجنة وتبحثونها اذا واثق فينا ايش حق طالب يعني بتقاطعني انا ما قاطعتك يا عبد الكريم يا حبيب قلبي ما قاطعتك انا صلحت لك بعدين الان انت يوم 7 استلمتها وقلت طلبت انا يوم 9 تعرض طبعا انت مو يوم 9 اكيد يوم 8 طلبت حتى تعرض يعني نعم. عدل نعم. متى مداك تقراها وتقول حتى الناس تطمئن انت ما اطمئنيت الحين لا الاتفاقيه موقعها ب 24 انا ما لي شغل وقعت الحكومه انت مع الحكومه موقع تعريها مع الحكومة؟ لا انت اللي قاعد انت متى احيلت لك؟ معلش انت لا لا تقاطعني لا تقاطعني انت احيلت لك سؤالك انت احيلت لك يوم 7 طلبت يوم 8 وقلت حتى الناس تطمئن والحين تقول لي انا لا موقع 24 ترى الموقع 24
مو مجلس الأمة، الحكومة. أنت موقع مع الحكومة؟ عشان أعطيت رأي في 26. خلني بعد إذنك. شلون أعطيت رأي في 26؟ إذا أنت مواطن عادي. لا مواطن عادي تعطي رأيك فيها الاتفاقية. لأني مواطن عادي. لأني مواطن عادي. تنكر علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية. أنت صاحب مسؤولية. أنا مطلع عليها وأعلم عنها. متى طلع؟ يعني في النهاية يا أبو محمد. متى طلع؟ داخل المجلس وأنت خارج المجلس. يا حبيبي. أنا في أروقة ونعلم متى قاعد يحصل. أنا آخذ فرصتي أتكلم يعني ولا شلون؟ تفضل. أنا برد. إيه تفضل. هو يقول. تفضل. حيلة ليوم 7. إنزين. وطلب يوم 8 أن تعرض يوم 9 حتى يطمئن الناس، وهو ما مدى يطمئن. قال لا أنا من يوم 24 موقع الحكومة. أنت مو مع الحكومة، أنت مو من الفريق الحكومة. لا لا. أنت مسؤوليتك مراقبة الحكومة وليس تأييد مواقفها وتسويق مشاريعها. كلام جميل صحيح. هذه واحدة. اثنين. أنت تقول أنا خذيت شهر. التواريخ والأرقام لا تكذب. حيلة لك 7. أقرت 21-22 وين الشهر؟ شنو وين الشهر؟ من الشهر؟ منين يا شهر؟ علمني انت بس. اقول لك خلص اسئلتك. اتكلم عن تواريخ رسميه. لا انا كمل. انا اسجل عندك شهر. انا استعجلت لان الانتاج عندي مهم. هذا كلام الدكتور عبد الكريم. لا دكتور، السياده اهم، لا تستعجل. اذا انت تقول وحسب ادعاء رئيس مجلس الامه وادعاء وزير الخارجيه وادعاء وزير النفط بأن اليوم أصبحت عندنا حدود دولية رسمية ما كانت موجودة في السابق، وهو إنجاز تاريخي. هذا الإنجاز التاريخي ما ممكن خلصه بجلسة واحدة بسبع ساعات. لا أخذ راحتك، إحنا 5 سنوات متعطل إنتاجنا بسبب قرار اتخذ من طرف واحد وهو الطرف السعودي. الآن إحنا ماشي الحدود، بس يا معود خلنا ننتج. نعم. ما عندنا مشكلة مع أناديل يا معود جيولوجي، مكتب استشارات محايد، تعال شيك ورا مجدي، مجدي دبلوماسي يشرح لك خرائط. حتى فريقه ما في واحد خبير خرائط. يعني انت تعترض محمد يعني ان ما استشاروا؟ بس استكمل. أي. استكمل الامر الاخر، حتى الجانب النفطي من أناديل الاخ كامل الحربي وهو استاذ، نعم لكن مختصاصه وين؟ هاني حسين وزير النفط السابق والسي اي او للكي بي سي، واللي عاش المعمعه، عاش المعمعة، هزت مشاكل المنطقة المقسومة الإنتاج. وين الأخ العزيز نزار العدساني اللي بالفعل غاص في الأمر؟ والكل يذكر تصريحه الشهير عندما سئل هل كان الإيقاف من طرف واحد؟ قال نعم. هل هناك مشاكل فنية وبيئية؟ قال أبدا، اكتشفنا بأن المشكلة سياسية. هذا كلام نزار وانتشر بالواتساب في لقاء مفتوح مع قيادات النفط. هذا لما استدعيهم، استدعي كامل حرمي مع كامل احترامي، هو استاذ محلل نفطي، ايش علاقته في المنطقه؟ انت الحين طرحت وجهه دكتور بتحديدا على النقطه اللي قاعد يقولها، ان انتم ما استدعيتوا اشخاص من خارج يعني المنظومه اللي رحتوا لها. شوف. يعني مجرد حكر على بعض الاراء اللي تمثل رأي واحد. رأي واحد بس كامل حرمي ما في غيره. كل احترام وتقدير للأخ صالح، يعني في النهاية هو أبدى رأيه في هذا الموضوع. في النهاية اللجنة تستدعي الناس اللي هم ترى بأن لهم آراء نستفيد منها. صحيح. إذا أنت يعني تعطي المثال بنزار العدساني، ليش ما أعطيت المثال في هاشم اللي كان موجود في الاجتماع واللي أنت تمشي وكاتب بتويتر بأنه هو الشخص الثقة والأمان؟ طيب هذا شخص ثقة بس هو يمثل جانب الحكومي. هذا الشخص أنا أبي شخص محايد برا اللعبة. توك تقول لا برا اللعبة. توك تقول لا تقاطع. في النهاية احنا استدعينا الاطراف اللي هم كلهم شباب كويتيين. يعني في النهايه اذا الفريق النفطي كله معاجبك، اذا الفريق الدبلوماسي هم معاجبك، بعد تعال انت تحط لنا الاسماء اللي احنا نبيها. انت حقك انك انت تستخدم من تريد، وانا اتكلم عن جهات محايده مو فريق حكومي. النقطه الثانيه، انت تكلمت على السياده وهي نقطه مهمه جدا، وهي هي النقطه اللي انا فعلا ابي اوصلها. بس قبل لا ادخل على السياده، الحين تجاوبت على 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 سالفة إن وجهة نظرك إن ليش ما استدعي. أنا الحين قبل لا يعني هذا الحين الكلام اللي قاعد لا إحنا خلص سؤال في 14 سؤال قام لا لا خلنا نجاوب على حسب لي لا 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 بتي على شهر لا قبل السيارة لا في النهاية هو قال إن أنا إن أنت بسبعة وصلتك مو 24. لا من 24 مثل ما توقعت، مثل ما أنت شفتها إحنا شفناها أخذناها من يوم 24 شفتها. نعم من يوم نعم مثل ما هي توقعت وشفتها أنت إحنا شفناها، فبالتالي من 24 يعني إذا الناس طلعت عليها 24 لم تطلع التفاصيل، لم تطلع التفاصيل حتى تقول. أما فيما علق اطلع في التفاصيل، انا 24 اطلعت عليها وابديت رايي في اللجنه
إنزين وبديت فيها في تقرير أنت أبديتها في يومين ويوم الناس سألتك يا أبو محمد قلت أنا ما قريتها فما أدري شلون جيت نسبت كل هذه الاتفاقية. نقطة مهمة أخرى يعني لابد إن إحنا نؤكد عليها لما هو يقول بأن إحنا نمثل الجانب الحكومي. طبعا هو ما أدري شنو يبي يوصلها لأن يعني أنا حكومي لا أنت تمثل الأمة ممتاز فبالتالي أنا أمام لذلك أمام تقرير فني تقول هذا الكلام. أنا أمام تقرير فني لابد إني أنا أبدي فيه رأيي ولا يمكن أبدا إن إحنا اليوم نوصف بأن هذا التقرير وهذه الاتفاقية هي اتفاقية لوزير. إحنا قاعد نتكلم اليوم عن إنتاج نفط ونتكلم عن سيادة تخص البلد فبالتالي يعني. تخص البلد أوكي. فبالتالي رأيي اليوم أولا لازم يكون واضح زي. هذا رأي شخص قدامه ورق وقدامه آراء ولا بد أن يكون منصف ويتحدث شلون وفقا لما هو قدامه من أول هني السؤال الرد مرة ثانية وهم لازم هو اللي يجاوبه. أنا الحين جاوبت أنا قلت هذا من 24 أوكي. وأنا اشتغلت وأنا صدق ما صدق هو لازم يقول حق الناس شلون أبديت رأيك في هذا اللي انت ترى بانه هو سياده ومال ها ونقصان باقل من يومين شلون ابديت رايك شلون ابديت رايك في يومين انت بس ابديت رايك بيعطيني فرصه ولا بقاطع لا تفضل ماشي. انا موجود تفضل اولا انا اعتقد مع كامل الاحترام عبد الكريم اخوي قبل لا يصير نائب اوكي لكن هو نائب يمثل الامه وانا نائب سابق واليوم مواطن اقول رايي صح غلط بالتالي هو يمثلني وليس لي سلطه رفع او قبول هذه المعاهده أنت اللي ليش مستعين مو أنا هذه أولاً ثانياً أنا قلت ولا تجتزئ مثل الآخرين لأني أحسن فيك الظن لما سألني الشخص أبو محمد وين بدأ قريت قلت أنا لم أطلع على التفاصيل وسأبدي رأيي كاملاً عندما أطلع على التفاصيل ومثبتة وفعلاً بعدها بفترة طويلة عقدنا مؤتمراً صحفي وذكرت رأيي بكل صراحة أنا اطلعت على الخطوط العريضة اللي نشرتها صحيفة الأنباء العزيزة وكانت الخطوط العريضة مزعجة جدا اوكي جدا ما خاف بس عشان ندخل في 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 الاتفاقية نفسها بس عشان اروح يلا. في المحاور نقطة عشان نختم النقطة يلا بس اختم لا نقطة مهمة هو قال بأن فعلا انه هو قال انا اطلعت على الخطوط العريضة وهالكلام قلته في مؤتمرك الصحفي صحيح صحيح ممتاز قلته في مؤتمرك الصحفي فاحنا مفروض نتفق الحين السؤال اللي هو قاله ان الموضوع مو موضوع انتاج هو موضوع سياده لا 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 لذلك مو موضوع لذلك انا الحين سياده اهم من الانتاج مهم انا معاك انا 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 اريد سياده اهم انا مع هالكلمه وخلي ثبتها وخلي الناس تثبتها السياده اهم من الانتاج فبالتالي يا عزيزي ممكن تقول للنواب وللناس وللشعب اين الماده اللي موجوده في الاتفاقيه امامك اللي تقول بان تم اجتزاء سيادتك لا لا بس قبل وين الشبر اللي راح لا 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 بس وين الارقام اللي تغيرت ما علي قبل لا لا بس لا لا هو دخل بالسياده اي لا قبل لا 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 قبل السياده قبل في نقطه مهمه يا ابو محمد لازم نعرفها قبل السياده الموضوع ابو محمد هذا حسين هذا الموضوع لا يحتمل ان عبد الكريم صح وصالح صح قبل السياده قبل السياده في واحد ما عليه يرى بان هذه الاتفاقيه راح اجيب تفصيل دقيقه بس واحده خذت منا اراضي واحده وانا اقول بان هذه الاتفاقيه وهذه راح ادخل فيها الان ابي نص الماده امام العالم الان اللي يقول بالاتفاقيه والمذكره طول بالك طول بالك واحده واحده خلينا الان ابو محمد على العلامات الحدوديه اي نعم اليوم انتم اللي سويتوا ندوه وقعدتوا وتكلمتوا انه والله في تغيير في العلامات الحدوديه هذا الشيء نفى رئيس اللجنه الدكتور عبد الكريم نفى وزير الخارجيه نفوا المسؤولين في البلد رئيس مجلس الامه وغيره نفوا ان في تغيير في العلامات الحدوديه نعم شنو دليلك على التغيير شوف اول شيء نفي الاخ العزيز الدكتور عبد الكريم هذا اللي يعني احزنني نفي شنو لا لا قبل النفي انا لا لا قبل الناس ابي الماده اللي تقول في النهايه احنا امام اتفاقيه يا جماعه ما لها علاقه بالماده لا 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 احنا نقدر نتكلم عن حدود واحداثها ابي الماده التي تقول بأن هناك تنازلا عن السيادة لا لا قبل السيادة أنا ما راح أتكلم عن السيادة الحين إلا بعدين سيادة يا دور هاي لا أنا لا 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 أبي ما أبي أنتقل إلى هالموضوع لا 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 أو شيء خلنا نخلص أنت في تنازل يا لا 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 قبل هذا الموضوع لا يحتمل أبدا أن يكون في رأيي بس طول بالك لا لا أنا قاعد أدير الحوار نقطة نقطة في تنازل ولا ما في تنازل قرا حيك عليه الآن قل لي العلامات الحدودية محمد تغيرت ولا لا؟ أول شيء خلني أكمل كلامي. رغم نفي الحكومة. أنا يؤسفني تأكيد الدكتور لأنه هو ما تحقق أصلاً ما تثبت. يا أخذ كلام الفريق الحكومي المفاوض بالتأكيد هو الفريق الحكومي المفاوض لأن يقول بأنني فاوضت بشكل خاطئ أوكي. أو استعجلت أو وقعت في أخطاء. أوكي. لن أقول عبارات أخرى. أخذه كمسلمات. أنا دوري أراقب دوري أتثبت من المعلومة. كان يفترض أنا ليش قلت استعجلت؟ كان يفترض
أن ينادي خبراء في علم الخرائط والإحداثيات، خبراء جيولوجيين ها، ويقول لهم اسمحوا لي أكمل هالمعلومة بس هذه مهمة جدا. يقول لهم يا جماعة تعالوا، هذه الحكومة تقول ما تغير شيء، هذه جداول الإحداثيات وهذه الخرائط، هاتوا لنا خرائط مطابقة، اثبت لنا، اثبت لنا أن في زين الآن احنا ابي المادة. ليش لحظة ليش اللي فدوا انا يا جماعة عندي اتفاقية، انت منين في اتفاقية؟ في اتفاقية قدامي وفي مذكرة تفاهم كامة قدامك. طول بالك بس ما في شيء يا جماعة. لا انت قاعد قبل انا قبل لا لا قبل انا 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 متفق معاكم على الترتيب. الان عندي العلامات الحدودية راح اجاوب عليه، جاوبني على العلامات الحدودية. انا قرأت الاتفاقية مادتها الأولى والثانية شككتني في مذكرة التفاهم؟ إن لم لا لا الاتفاقية الآن اتفاقية الآن قلت يا جماعة إذا الإحداثيات لم تتغير كإحداثيات مو كنظام تحليل اللي تتكلم عنه الأخ مجدي وتكلم عنه أيضا الدكتور عبد الكريم لم تتغير، إذن ما الداعي لذكرها في المادة الثانية؟ وأنا قلت لك أنا لا أدعي شيء ليس لي به علم. أوكي. صار في اتصال مع أكثر من شخص من ضمنهم شخصية أثق فيها ومتخصصة وخبيرة، والآن هذا مجال استشاراتها جيولوجيا وخرائط نفطية اللي هو دكتور عبد السميع بعبهاني قبل ترى الندوة بفترة. فدكتور شنو رأيك؟ أنا يعني عندي شك. قال أبو محمد أنا صار لي يومين أبحث وأنا مثلك والله العظيم، لأن رجل أكاديمي وعلمي ما استعيب. قال وانا مثلك. قلت له لا انا عندي شك كبير، يعني حتى شكل الخريطه اللي انا شفتها بالملحق فيها شيء غلط. قال لي شنو؟ قلت له المكان. قال لي صحيح بس تعطيني، انا صار لي يومين ابحث ابي بعد يومين زياده. قلت له ما عندنا مشكله احنا مستعيلين، عطنا رايك للحين ما عرضت على المجلس، على الاقل نقول راينا خلي يمكن يسمعنا النواب. تحققت ان في تغيير؟ تحقق. كان يقول لي الاحداثيات نعم هناك تغيير في الحدود وان كان تغييرا بسيطا في بعض المواقع، لكن هناك في تغيير، هذا المهم جدا، وانا ما عندي مشكله للجماعه يعني إيه في تغيير بهالمكان بهالمكان بحسب الاتفاق. هذا رايي هذا راي عبد السميع. بس قال تغيير لنا ولا علينا؟ خلينا نكون كلام واضح. الاثنين خلينا نكون كلام واضح. قاعد اتكلم يعني لا لا عشان لا عشان المشاهد شنو قال عبد السميع. انت من اللي يدير هذا؟ ما له بس قول بالوضح. انت قلت في تغيير سكن تغيير تغيير طفي تغيير طفي بس تغيير في بعض المواقع. بعطلك خريطة ببين لنا وعلى شو قلت ها. قلت له صحيح. كان يقول لي نعم. المهم بحثنا قعدنا خرائط وخرائط مطابقة، هذا ما لم تفعله الحكومة للأسف أمام الشعب الكويتي في الجلسة. طبعا جلستهم أم سبع ساعات ما أدري صار. بتتكلم علنية، أنا كمواطن من حقي أشوف. طلع لي خريطة وتخفيها وطلع لي خريطة ثانية تقول شفتها وما تغير شيء. يسلم يسلم. لا ومن اللي يشرح؟ دبلوماسي بوزارة الخارجية يشرح لي خريطة وإحداثيات. هذا كلام يمشي يعني دش العقل. عموما أوكي. لما شفنا الخريطة اكتشفنا بأن الجزء الشمالي الغربي من الكويت في ال- 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 المنطقة اللي يسمونها أصلا هم أصحاب الخرائط في المنطقة منقار الطير أو الكويتيين يقولون بوز الطير في الخريطة، هناك جزء مو طبيعي طاير ها، وهناك أيضا تغيير في حدود حقل برقان، وهناك تغيير ايضا في المنطقه المغموره. هذا كلام المختصين وكلام صاحب المله. اوكي ماشي. جينا قلنا يا عمي خلينا نشوفها على الخريطه، احنا ما نفهمها هيجي احداثياتك. اعطانا الخرائط. انا اتمنى من المخرج ان يعني في مجال الان يعرض في لو سمحت. تبي اي واحد؟ واحد ولا ابي واحد؟ اول شيء واحد واحد. اعطنا الخريطه رقم واحد. وايضا دكتور عنده خرائط هذا
يعني لا شفت لا الجلسة ولا يمكن اطلعت على التقرير، مع أنه كان عندك فرصة أنك تطلع على التقرير. الموضوع اللي أنت تفضلت فيه اللي هي النقطة التلاقي الحدودية الثلاثية بين المملكة العربية السعودية والأرمنية. نعم، النقطة الثلاثية هي موجودة داخل التقرير، ولو أنها هي ليست جزء من اتفاق اللاحق. يعني هذا أمر ليس له دخل في الاتفاق اللاحق، وليس له دخل في الاتفاقية، ولا هي من جزء الحد المنصف، هي البوز اللي موجود بين الحدود السعودية والكويت والعراق. السؤال أكد ممتاز. أكد معلومتك ممتاز. بس شوف الفرق ممتاز. الفرق بين أن إحنا كل ما تفضلتوا فيه أخذناه ونوقش وموجود إجابته في التقرير اللي عرض في الجلسة. هذا الكلام موجود في الجلسة، هذا رأس العصفور اللي أو يسمونه يعني بوز العصفور. لا لا ترى أنت اللي حتى ضحكت عليه في الندوة يوم قلت قرموا لنا إياه، يعني الموضوع مو مضحك. هذه أرض يعني معلش، إذا أنت بالنسبة لك أن الأرض اللي كنت تسميها كذي، أنت سألتها بسبع ساعات قل لي أنت لفظك مو هذا يسمونها هم أصحاب الخرائط يسمونها منقار العصفور. صح. وشنو قلت أنت عنه؟ ها؟ شنو قلت؟ قلت قرمو. إنزين. إحنا نرجع في النهاية حق التقرير والإفادة الرسمية اللي موجودة اليوم. إحنا ما نتكلم من فراغ. الحكومة شرحت بشكل مختصر أول شيء أسباب المشكلة، من ثم جت على الخرائط وحددت بأن الخرائط الموجودة هي خرائط في سنة 65 ومن ثم 69، وكانت تقاس في برنامج معين يسمونه كلارك 118. وفي الاتفاقيات بعد التحديث بسنة 2000 جهاز جديد أوكي. تم تحديث الاتفاق الأرقام. أنت تخيل في سنة 65 يعني هذا سيستم ديد ميت، جابوا جهاز جديد في سنة 2011. جهاز جديد يحسب العلامات الحدودية. أي نعم، لكن الرقم القديم على الرقم الجديد يعطيك نفس النقطة الحدودية. هني السؤال الثاني اللي هو تفضل فيه اللي هو إن شلون إحنا راح منه جزء. هذا الأمر قلت لك مذكور في التقرير، ويا ليتك إنك تقاري التقرير فيما يتعلق في النقطة الثلاثية. هذه النقطة الثلاثية ببساطة هي ليست تقسيم حدودي خاضع للكويت أو خاضع للسعودية أو خاضع للعراق، هذا بموجب قرار أمم المتحدة 833. شوف يعني هذه المشكلة. أولاً إن أنت لما تطلع وتريد أن تثير مشكلة الاتفاقية هذه وتركب فيها كل شيء، هذه أول شيء. هذا قرار الأمم المتحدة. قرار الأمم المتحدة على نعم. النقطة الثلاثية. حتى يتم تحديد الحدود. لا أنا أتكلم عن الأرض. أنا ما لي علاقة. حتى يتم تحديدها. ما عندي مشكلة، بس كنت احتياطي بأرضي. نعم. أنا الجزء هذا. بكل بساطة. بكل بساطة هذا الجزء أساساً هو مو محور اليوم الاتفاقية، ولكن راح أرد عليه. ومع ذلك شوف حرصاً من اللجنة وحرصاً مني حطيته وثبتته في التقرير الموجود بالمضبطة. أنا ترى ما راح أنا أخاف منك ولا أنا أخاف من أحد ثاني. كل شيء اليوم بالكويت موجود بالسوشيال ميديا، الناس تعرفه. سؤالك بسيط، قلت بأن هذه راحت منه، أنا قلت لك هذه ليست لها دخل في الاتفاقية، هذه بموجب قرار 833 بالأمم المتحدة اليد قالت عشان أنا أرسم حدودي مع العراق أبي أعرف أيضا حدودكم يا الكويت مع السعودية، فبالتالي ليس لنا دخل فيما يتعلق. ما له علاقة بالاتفاقية هذه. ولا لا دخل في هذه الاتفاقية. بس دقيقة. هذه النقطة. إذن ما له علاقة أبو محمد. هذه النقطة ما خلص. هذه النقطة جاء تحديدها على نقطتين. أولا كانت في نقطة تلاقي سعودية عراقية، وفي نقطة تلاقي سعودية كويتية. هذا زين، حدود مشتركة. بينهم 50 متر تقريبا. زين. عندما تم التحديد في البداية قالوا يبقى خلاص خلنا ناخذ النقطة الكبيرة. تم التحديد متى هذا قصدك؟ في أثناء في 2003 عفوا في 93 فيما يتعلق في الحدود الكويتية. أوكي. إحنا هذه المسافة السعودية قالت خلاص ابدوا التحديد من الحدود السعودية العراقية، فبالتأكيد في إحنا عند هي أكثر لنا. إنزين. لما خلصنا من التحديد في سنة 2011 وسوينا كل النقاط الحدودية بالتجديد رجعوها 10 متر، ولا زالت في الحدود السعودية فعليا. احنا دشينا 50 ورجعنا 10، يعني لازلنا احنا ربحانين 40. هذا اذا كان بالكلام بالربح والخسارة. هذا الان صار لا علاقة بالاتفاق، ما له شغل بالاتفاق. هذا يا جماعة ببساطة ليش انا عشان اقول لك ما له علاقة الحين النقطة الثلاثية في الاتفاق. ما له شغل ابدا، هذا يتعلق بقرار الامم المتحدة. من حق الجميع بان يتحدث عن الاتفاقية ويشرح. احنا ما ناخذ راي احد. زين ممتاز. ما نصادر راي احد. خل ابو محمد يرد. حسين انا خل اسمعي يرد. انا النقطة هلا خذناها. لا ما خلص. الاتفاقية هي عبارة عن الخط المنصف اللي هي ما بين السعودية والكويت. هذه الاتفاقية اللي أنا أسأل عنها. إنزين. هذه النقطة أثيرت في الندوة أو أثيرت من الإخوان، وحقهم يثيرون ما يشاءون. لكن إنك أنت تجي وبتحطها إن إحنا المتسببين فيها بعد.
في النهاية قاعد أقول قرار أمم المتحدة يعني هو قرار ممتاز. أقوى من البرلمان ممتاز. وأقوى من معك. الحكومة معك. وأقوى من الدول ثلاثة. بس المحصلة أنا ما لها علاقة بالاتفاق الحالي. لا ما لها شغل بالاتفاق الحالي. ما لها علاقة. يعني الحين حتى أنا خليت الاتفاقية ورحت حق. خلص كلام دكتور عبد السميع مع الاحترام لا يقول لك هذا الكلام مو صحيح والخرائط اللي عرضها غير صحيحة وأيضا النقطة الثلاثية ما لها علاقة بالاتفاق اللي إحنا قاعدين نتكلم. أولاً هذا مو كلامي هذا كلام وزير النفط السعودي. سمو الأمير الملكي عبد العزيز بن سلمان بتكذب كلامه كذبة هو اللي قال استحدثنا أي قرار المتحدة يا يعني شو أمم المتحدة كذابين ما أدري ما يصير ما يصير لا ما يصير ما ندري أنا إحنا مو لا لا تقاطعني لا تقاطعني ما التصريح وامام الناس انا اقولها انا بعثت لقناه العداله تصريح سمو الامير الملكي عبد العزيز والقناه رفضت قالت ما راح ننشر لان في فيديوهات بالمقابل دكتور عبد الكريم وقفنا على اساس والا ان الفيديوهات مجموعه اكثر من نص لكن لكن, لكن 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 انا فرغته وزير النفط السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان شو يقول اصبح اليوم أصبح اليوم لنا نقطة ثلاثية تجمع بيننا وبينكم في الكويت هذا صحيحني في الكويت والنقطة الثلاثية مع الطرف العراقي فالآن ما يتكلم عن 93 ليس هناك نقطتين حدوديتين فأنا ما أدري كلامك ولا كلام سمو الأمير اللي صحيح أنا ما أعلم لكن اللي أعلمه اللي أعلمه يعني هو إما أنه هو ما لا ما لا لا قاعد يقول هذا الوضع هنا ما قاعد يسمع هذا الوضع قديم أنا توني قاعد أقول لك خلني أكمل لو سمحت في نقطتين على أثرها تم تعديل الحدود شلون بالله طول وقت تفضل ترى بس على فكرة إحنا الحين برا الاتفاقية حيكون واضح لا 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 دخلت إحنا نتكلم عن حدود تغيرت ولا ما تغيرت وفق الإحداثيات اللي عطيتها أيضا كلام لا إذا كذي خلنا ندخل بالحدود خلنا إحنا بالاتفاقية جاوب لي بالاتفاقيه ما له خلينا نفهم عشان الناس تفهم عشان ليش انا قاعد اقول لك رد هذه الخريطه شنو الخريطه الرسميه اللي مالت الدوله زين ها قارنها يا اخي بالخريطه عرضها مره ثانيه ليش هي صوره اي 4 واي 3 حطهم على بعض كذي عندك لا 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 انا قاعد اقول لك الحين عندنا خرائط وبكل بساطه وحط الخرائط وبكل بساطه يا اخي عبد الكريم يا رجل حدد عاقل اذا اسمح لي محمد انا اقول لك قرار امم متحده طول بالك طول بالك طيب وين غلط في كلام الاخ اللي انت تفضلت قلت له بس كمل يا جماعه دكتور طول بالك شوي طول بالك ما عليه لا ارجوك طول بالك خليك مسترسل بدل ما تاخذ وقت اكثر تفضل بس انا ما عندي مشكله بس ما عندي حجج حسبولي دي انت اللي عليك مسؤولية طول بالك وين الحجة يا دكتور انت طلبت مناظرتي عشان الاتفاقية انت للحي ما عليه انت اللي طلبت المناظرة ما عليه لحظة نقطة الحين ما حد طمن طلب لحظة شوي يعني عاد اوكي احنا نقول عادي وعاد يكتب تغريدة ويمسحها بس زين هذا انت اللي طالب حياك الديوانية انت اللي قلت تطلع ما عليه انا طلبت المرضى خلاص يعني مو انت اللي طالب المرضى انا طالب خلاص بس لا ما عليه لا ضيع وقت هذه مو ما تعال الديوانيه اشرح لنا محمد خليك النقطه خليك طلبت المرضى انت اللي طلبت المرضى الان يقول لك كلام دكتور عبد السميع ليس اتشرف اكون معكم مناظره بالمناسبه انزين ما عليه تفضل بس طول بالك دكتور خلنا نسمع تفضل لذلك خلي جاوب على السؤال طول بالك شوي كل السؤال الاستحداث مع تطابق الاحداثيات وتطابق الخرائط اللي الأستاذ القدير دكتور عبد السميع أرانا إياه وشاهدنا كان يحتاج يعني على الأقل بحث من الأخوان في اللجنة حين يمكن كلامنا مو صحيح الحين إحنا ترى ما خولنا حد ولا قلنا الدلسون ولا قلنا أخفيته معلومات أنا أتكلم عن الجانب البرلماني ما العلاقة بالحكومة أنا الحكومة ما يعني أنا عندي مشكلة مع أن كل معلومة تقول لي هذا ما عندك مشكلة مع الحكومة لكن أنا عندي مشكلة إنه البرلمان ربعنا من يمثلنا أنا مواطن لماذا لم تتثبت ما يصير ما يخالف تقعد 7 ساعات بذل جهد نعم لكنك لم تستضف إلا الفريق الحكومي فريق الحكومي والنعم فيهم كلهم ربعي أنا كنت في الخارجية والنفط بالمناسبة وهذه مصادفة عملت بالسلك الدبلوماسي
وافتخر في كل من يعمل في السلك الدبلوماسي وعملت. خلنا نكمل. لا لا اذا تاذلي اذا تاذلي ما قاطعتك انا ما قاطعتك انا ما قاطعتك انا ما قاطعتك لا 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 لانك صورت باني اطعن بهاشم هاشم ولا مجدي. لا كلهم اخوان انت تو قاعد تقول شلون شلون دبلوماسي يتكلم بالجزء. انا طعنت ما يبغى الطاري دكتور مالي. لا بس ارجوك انا ابو حسين يعني انا اسكت وخلي يكمل يقول حلقه. لا لا تفضل 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 تفضل. هاشم هاشم الاخ العزيز ابو حميد ومن معه سميطي وايضا جانب وزاره الخارجيه هم مضطرين حتى لو مو مقتنعين يدافعون عن وجهه نظر الحكومه. اوكي يعني مو معقول فريق حكومي رسمي جايك يقول لا والله ترى التفاوض ما كان سليم ولا احنا ترى خسرنا ما دافعنا عن حقوقنا النفطيه وهذا اللي بنيله تالي اللي فرطت فيه للاسف لجنه الشؤون الخارجيه. ماكو شيء الاتفاقيه ممتازه. انا اللي اقوله بالنهايه هذه خرايط. انا متوقع بي الحلقه بيطلع عبد الكريم خرائط ولا نتفق. انا ادري بس انا طلعتها حتى المشاهد. انا ترى خطابي انا مو يقنع عبد الكريم ما يخالف الكلام للجمهور. انا بس سؤال دكتور خل اعطيك سؤال بس قبل حسين قاعد تنتقل السؤال وما تخليني اخلص. لا 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 بس لانه وايد رديت على لا لا هذه النقطه بخلصها وخلاص. شنو النقطه؟ يلا ببساطه بسرعة. هو يتكلم عن هذه النقطه. هذه النقطه حسمت بقرار الامم المتحده. بعد اذا الامم المتحده كذابين بعد هذه مصيبه. انا 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 افهم. شوف انا ما عليه بس وزير السعودي ما رديت عليه قال استحدثت. لا لا كلامي انت اللي رديت عليه. انا قلت لك انه في نقطتين وهذا تعليقك على استحدثت بموجب قرار تعليقك على كلامي. انا قلت قراري بس انت مش قلت قاعد تتكلم استحدثت قبل 93 هذا التصريح قبل اقل من اسبوعين بموجب لا ما استحدثت. هذا قرار امم هذا كلام الوزير. يا رجل انا عارف كلام وزير. انا عندي امم المتحده وتقول لي وزير عشان انت الحين يا لا ما تثق في الوزراء يا انك تجي تقول الوزراء وزير السعودي. ما عليه بس قاعد اقول قرار الملك عبد العزيز. فبالتالي نقطه نهائيه ولازم نختمها فيما يتعلق في نقطه الحدود. هذه ليس قرار عبد الكريم ولا مجلس الأمم قرار الأمم المتحدة. قرار الأمم المتحدة وزج فيه بهذه الاتفاقية وأنا ما أدري ليش. نرجع حق السؤال اللي لازلت أنا أسأله ويا أخي ليش ما بيجاوب؟ قول حق الناس وين المادة اللي فيها تنازل عن السيادة؟ قبلها الآن السؤال دكتور لك أنت اليوم البعض يقول لك إنه حتى لما طلع رئيس المجلس وتكلم قال الخط اللي كان موجود بيننا وبين المملكة العربية السعودية هو خط إداري وليس حدود دولية. فكانت تتم بعض الممارسات لأن كان الجانب في المملكة العربية السعودية يختلف معنا وهذه وجهات نظر في اختلاف والدول دول مختلفة. الدول هناك خلافات حدودية هذا يحصل شيء عادي. لكن السؤال اليوم البعض اللي أثار أيضا في مجلس الأمة إذا أنت تعتبر الخط هذا هو خط دولي لماذا لجأت إلى اتفاق آخر؟ ليش مجرد أن ما يكون هناك تعديل أن تعالوا نعتد في هذا الخط بأن هذا خط دولي وليس خط إداري وبلاها كل هالعطلة اللي احنا فيها؟ ممتاز. ليش ما اعتبرتوها كذي؟ ممتاز. طبعا سؤالك انه ليش ما انه يكون بس قرار يطلع ونقول هذه خلاص اي ممتاز. عطني الخرائط اللي عندي انا. يلا خرائط دكتور عبد الكريم. خلي شو خرائط دكتور عبد الكريم. عفوا هذه مو خرائط هي خرائط امم متحده اللي انت جايب يعني هذه مو خرائط هذه وثائق امم متحده. من بيت هذه وثائق امم متحده. هذه الخريطه الاولى بس لو تعطيها لو تكبرها إذا يقدر يكبرها. شو بس عند المشاهد قاعد يشوفها بشكل واضح. أنت قول. هذه الخريطة هي على هذه الخريطة اللي هي في سنة 1966. زين. اللي هي المنطقة 69. 1966 هي المنطقة المقسومة. القانون. من ثم. 69. حط لك حط اللي بعدها. اللي بعدها. 69 القانون. اللي بعدها. ما أشوف. أيوة هذه. ما أشوف هذه. عندك أيام. هذه سنة 1966 اللي هي يسمونها. الاتفاق اللاحق اللي الاخوان يوم قعدوا بالندوه كانوا يعتقدون انه اتفاق لاحق بعدين ها مو 66 69 69 ما سمعت عدل قاعد اقول 69 لا قلت 66 هذا لا خل ارجع للاتفاقيه مهمه الاتفاقيه هذه لانها وثيقه امم متحده اللي قبلها عز تطلع اللي قبلها على ما يحط الاتفاقيه هذه الاتفاقيه كاهيه موجوده هي لا مو هذه الاتفاقيه لو يعني انا اقول لك بعيده ما اشوفها انزين هي مشخوط عليها من قبل الوزراء انزين بانها ليست اتفاقيه حدود بل اتفاقيه تحديد الخط المنصف انزين يعني في ذاك الوقت ما تعتبر حدود قالوا هذا هو الخط المنصف انزين انا ارجع الى تصريح يعني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلومبرغ قال الامور العالقه هي جزء من مساله ذات علاقه بالسياده هذا رأيه هو لم يتم حلها بين المملكة والكويت خلال 50 سنة ماضية وهم يريدون حلها الآن قبل أن نستمر في الإنتاج من تلك المنطقة ونحن نعتقد أن المسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلها في أسابيع قليلة لذلك فنحن نعمل على الحصول على الإنتاج كان موقف الكويت من البداية بأن
السيادة أولاً من ثم الإنتاج. لأن أنا أبي أصل إلى محصلة نهائية أن أنا أريد اعتراف بهذا الخط لسنة 1969 بأنه هو حدود. اليوم تجي تقول لي والله ليش ما كان القرار إداري، ليش سويتوه باتفاقية؟ يا جماعة القرار الإداري شنو لا حجية أمام المحكمة الدولية أو أمام القانون الدولي؟ الاتفاقية هي الملزمة للدول، فبالتالي أنا لن أخذ الأمر وانتزع بموجب اتفاقية يصبح شيء مو زين. أنا في النهاية قاعد تخيل أنا عندي ها دليل يعني رسمي. أنت بتقول نحن تمسكنا في السيادة. ومن ثم بموجب هذه الاتفاقية ونصت بأن هذه الاتفاقية اليوم أصبحت حدود سياسية. أصبح عندي وثيقة دولية سوف يعهد فيها إلى الأمم المتحدة. واحد يقول لي ليش ما خذناها بقرار إداري؟ الحين أنا أحسن إني أخذها بقرار دولي ولا قوة دولية وحجة دولية ولا بقرار إداري. بالعكس أبيها باتفاقية. نعم منزل. أنا أبي أنهي منطقة الحدود باتفاقية، وهذا اللي حصل. ليش هذا الأمر مو زين؟ السعودية تقول عمرها 50 سنة المسألة عالقة، واليوم إحنا دخلنا في أخذ وجذ في هذا الموضوع حتى نوصل إلى موضوع الحدود منزل. ولما أخذ الحدود يصير أمر مو زين؟ يعني أنت تقول إن هذا أمر إيجابي إن إحنا رسمنا الحدود؟ طبعاً. أوكي. في النهاية هناك نقطة مهمة لابد أن نحددها. القانون الدولي، وهذه المشكلة لابد أن نعرفها. أوكي. ترى يعترف بشيء يسمى تحديد الحدود وثم ترسيم الحدود. هذا مو كلامي أنا. الحدود مو مرسمة. هذا مو كلامي. مو مرسمة قبل الاتفاقية. هذا مو كلامي أنا. مو مرسمة قبل الاتفاقية. هذه الحدود محددة. ما أنا قلت لك يوم حطيتك الخريطة مالت أمم المتحدة. زين. السعودية من وجهة نظرها لا تراها ترسيم حدود. تراها بأنها خط إداري ما بين. وين الحدود إذا ما كانت تنظر لها أنها حدود؟ هي الإحداثيات موجودة. حدود هذه تعتبر حدود. ممتاز. الكويت تعاملت من 1965 إلى اليوم على أساس أنها حدود. وهذا التعامل الدولي اللي حصل. لكن من بعد ما حصلت مشكلة تمديد عقد شيفرون، الكويت قالت لحظة خلونا نحسم هذه المنطقة. أوكي. خلونا نحسم هذه النقطة. لذلك أصبحت اليوم عندي اتفاقية تسمى ترسيم الحدود. وببساطة هذه الاتفاقية اليوم جت وقالت يبقى الأرقام والإحداثيات اللي إحنا كلنا اعتمدنا عليها بأنها حدود الكويت. أوكي. نريدها بشكل رسمي. ما يخالف. خل أسمع أبو محمد ردك على هالكلام. ما أدري ببساطة ما في اتفاقية ترسيم حدود. ما في اتفاقية ترسيم. أنا اللي قدامي ما في شيء. في اتفاقية صارت ما أدري عنها ما أدري. لا مو قال لك الخط يعتبر الخط المنصب وتمارس سيادته على الجانب الآخر المملكة. لم يأتوا بجديد. هذا مو كلامي، كلام العديد من السياسيين البرلمانيين والقانونيين على رأس هؤلاء العنبو عبد العزيز. هي إنجاز تاريخي. أحمد سعدو. إنجاز تاريخي. ما ورد إذا كان هذا إنجاز تاريخي فما ورد في 65 هو ما يفترض أن يسمى إنجازا تاريخيا لسبب بسيط. أمر السيادة مثبت في المادة الثالثة من اتفاقية 65. اتفاقية 65 شو تقول؟ إيه شو تقول؟ تقول يمارس كل من الطرفين المتعاقدين حقوق الإدارة والتشريع والدفاع. هذا غير السيادة مو كذي ما أدري شنو هي. على ذلك الجزء من المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه تماما كما يمارسه على إقليمه الأصلي. إلى هذه مو سيادة. شنو السيادة بعد؟ هذه ب 65 موجودة. هذه 65 محسومة. محسومة محسومة. رغم ذلك أنا أسأل عزيزي الدكتور عبد الكريم وهو أستاذ قانون، يعني أنا لا يفتى مالك بالمدينة، شنو الاتفاقيات مرت عليك اتفاقيات يذكر فيها ها خط دولي ومارسة سيادة وإلى آخره؟ أنا طلعت على أكثر من اتفاقية. أنا أبو محمد يمكن بس أكمل يا لذلك ليه حاجوني عن سيادة؟ لأن أكو سؤال منطقي. إن كانت هذه الحدود كما ادعى وزير الخارجية ووزير النفط ورئيس مجلس الأمة، والآن يؤكد الأخ عبد الكريم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة إن خلاص هذه حدود سيادية نهائية وخلصنا من المشكلة، إذن لماذا إلى الآن هناك منطقة مقسومة وحايدة؟ منطق يا أخي منطق. أكمل بس أسمك نقطتي في جملة من المعاهدات لترسيم الحدود بين الدول العربية المحيطة لم يرد فيها لفظ سيادة تمارس الدولة سيادتها في المكان الفلاني، لأن بمجرد الترسيم النهائي يعتبر هذا القسم قسم سيادي انت تفعل فيه ما تشاء. انتهى. مقسومه لان كان السعوديين يعتقدون بان هذا الحد المنصف هو حدا اداريا وليس سياديا. اذا نفس ما تقول خليني اكمل لك الان. انا معاك، لا انا ماشي معاك، انت ترى متفق معاك من البدايه انه كان حد اداري. هم يعتقدون انا اقول هذا كان حدود اصلا. وانا بالنسبه لي رحت تحكيم، ما قاعد اخذ واعطي اتنازل. ها
لكن الآن حسب ادعاء الإخوان الحين مشكلتنا بالاتفاقية الحالية مو 65. شو المشكلة؟ إنهم يدعون بأن هذا الحد الآن أصبح حدا سياسياديا دوليا نهائيا. وين مشكلتك؟ المشكلة إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تظل المنطقة المقسومة والمحايدة في ظل وجود هذا الحد. خلاص مالك لك ومالي لي، هذه واحد. اثنين، إذا بندش بإشكال دستوري، وأخو أستاذ قانوني يعلن تماما ونائب يمثل الأمة، هل يجوز الآن في حقل الوفرة على سبيل المثال أن تشاركني السعودية في الثروات النفطية، الثروات الطبيعية، الدرة، حقل القاسي؟ خليك في الخفج نفس الشيء. احنا لا لا، انا كلمك الان من الجانب الدستوري الكويتي. احنا عندنا دستور، هم السعوديين بيقولون يبا ما لكم شيء عندنا، حقهم، بيقولون تستمروا كرماء ان شاء الله احنا نستاهل. لكن حتكلم عن الجانب الكويتي، هل يجوز وفق المادة 21 من الدستور ان تتنازل الكويت عن جزء من ثرواتها لأي طرف إن كان، دولة ولا شركة ولا آخر؟ ما يجوز اخي. عقد اسمح لي عقد، حتى لو عقد استثمار، هذا مو مشاركة واستغلال ثروة. الوثيقة مكتوب فيها استغلال الثروات في أرضي، هذا دستوريا ما يجوز إذا هذا حد سيادي ونهائي حسب الفهم السعودي. أختم بالجزء الأخير من تصريح سمو الأمير الملكي عبد العزيز بن سلمان، وهو تصريح خطير، وأنا أتمنى يركز معي. ها دكتور عبد الكريم، أنتم ما عرضتوا فيديو بس أنا فرغته. ها قلنا الجزء الأول من تصريحه مع المنطقة الثلاثية، اسمع شو يقول. فالآن هذا بعد التوقيع، ها تقول لي إحنا اقتنعوا السعوديين الحين خلاص هذا حدود نهائية، يقول هو اللي وقع، ها اللي وقع الاتفاقية يمثل الحكومة السعودية، يقول فالآن ليس هناك نقطتين حدوديتين بين السعودية والكويت، بل هي نقطة ثلاثية تجمع بيننا وشقيقتنا الاخرى دولة العراق. خلينا نكمل لا عشان نكمل التصريح. واصبح لنا انت تقاطعني واضح ترجعني حق واضح. لا النقطة مو هذه. واصبح على كلام اللي وقع الاتفاقية سمو الامير الملكي عبد العزيز بن سلمان، واصبح لنا واضح، وهذا لا يعني ان الحدود او الخط الحدودي اصبح خطا حدوديا دوليا. يلا رد ماشي. هذا كلام من وقع الاتفاق، يقول الخط هذا مو حدودي. تفضلت في اكثر من نقطه، انت تفضلت وقلت بان انا كنت كون دكتور قانون، طبعا في النهايه دكتور القانون مو معناته يعرف في كل شيء، ولكن على الاقل نبحث. صح. على الاقل نبحث. انا معي هذا يعني ابسط بحث يعني مبحث ممكن اي واحد ياخذ اسمه القانون الدولي العام حق دكتورنا الفاضل الاستاذ دكتور رشيد العنزي. ببساطه يتحدث عن ما يسمى الفرق ما بين تحديد الحدود هو ورسم الحدود. ببساطة أنا أجتز لك نقطة مهمة في الكلام، يقولك مرحلة تقدير الحدود هي في الواقع المرحلة القانونية الحاسمة التي يتخذ وفقها لأي من المعايير السابقة أساس لتقرير الحدود بين الدولتين المتجاورتين، وتوضع نقاط الاتفاق الحدودي في خرائط أو عن طريق الاتفاق الوصفي. ثم يقول الدكتور محمد حسين محسن ششكلي، وهو أحد أساتذة القانون الدولي كبيرة طبعا، حقيقة في مسألة تقرير الحدود هي أن وراء تقرير الحدود وقائع طبيعية وإنسانية ومبدأ القوميات ورغبات الإنسان. وما هو جدير بالذكر أن مرحلة التقدير هذه لا يمكن لها بذاتها أن تؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية المتعلقة بالحدود، إذ لكي يتم تحقيق هذا الهدف فإن نصوص الاتفاقية المقررة للحدود الدولية يجب أن توضع موضوع الترسيم. بما معنى نعم تحديد الحدود بموجب القانون الدولي، مو أنا الحين أتكلم، يعطيك حق السيادة وحق التحرك في الإقليم، ولكن الرسم الحدودي والتحديد النهائي الذي يوضع ويوصف في الأمم المتحدة هو اللي ينهي المشاكل ما بين الدولة. هذا صار. فبالتالي أنا اليوم لما أنا أتحدث بأن هناك مشكلة من أصلها 54 سنة على أن إحنا نعتبر أن هذه حدود والسعودية لا تعتبر هذه حدود، وينا باتفاق ملزم بموجب اتفاقية فيينا للمعاهدات التي تنص صراحة بأن كل طرفين يتفقان على شيء هو أمر ملزم لهم. حلو. إنزين اليوم هم ألزموا نفسهم بموجب هذه الاتفاقية اللي راح نودعها في الأمم المتحدة، هاي اتفاقية احنا ما راح نحطها في مكتب المجلس والخشب. فبالتالي لما يأتي السعودية وتنص صراحة بأن هذه حدود سياسية فهي حدود سياسية. أبداً. تصريح الوزير ولا مو تصريح الوزير، فاهم شو يقول ولا مو فاهم شو يقول، انا عندي اتفاقية. أنزل. اتفاقية هذه هذا هذا هذه مو ورقة خشب، بس اسمع لي دكتور. اتفاقية. فبالتالي مسألة الحدود نعم انتقلنا من مسألة ان السعودية ترى بأن هذه الحدود خط إداري الى ترسيم حدودي. خلي اتدخل انا بس النقطه الاخرى المهمه اللي لابد ان احنا نذكرها وتفضل فيها الاخ، لا ما يصير ان نتجاوزها، اللي هو يقول بما ان هناك حدود اذا ما لنا لنا وما لهم لهم. في النهايه هو تو يتفضل ويقول ان اتفاق الانجاز اتفاقيه 2000 واتفاقيه 65، هو اللي يقول مو انا الحين اللي اقول.
2065 في النهاية انت جاوبي اذا انت تبي تقرا الملحق هذا ارجع على الاقل في 65 دستوريا يجوز في 65 يجوز دستوريا ما قاعد تقاطعني انت يا كل الحين توك تقول بس محمد يجوز محمد يجوز محمد معلش معلش لا خلينا الموضوع يجوز ما يجوز لحظه لحظه لا تروح بعيد لا تروح بعيد هذا مهم معلش معلش تعال تعال انت لما تقول بان الانجاز 65 اللي هو اساسا قسم المنطقة والحقول المشتركة وقال بأن هذه الحقول 20 ميل ب 20 ميل مشتركة فبالتالي أصبح أمر قانوني اثنين ويانا باتفاقية 2000 وقسمت الحدود البحرية وقلنا هذا اللي تحت مشترك بيننا وبينهم فبالتالي اتي اليوم اللي انت توقع تقول هذول الإنجازين أنا ما الحين بقول بقول هذول مو إنجازين انزين النقطة الثانية إني نقول عبد العزيز يقول إذا أنت إلا إذا إلا إذا إلا 65 إنجاز عنده مشكلة بأن يصير هناك خط ترسيم حدود بيننا وبين السعودية هو يرى بأن احنا لازم نغوص تحت الأرض ونحط بعد ترسيم تحت الحقول ما هي الفكرة أساسا من وجود منطقة يعني مشتركة الثروات النفط مشترك بيننا وبينهم لا مو مشترك برضه. النفط مشترك بيننا وبينهم وفر بأرض فبالتالي الحقول يسحب هني يسحب هني انزين الحين أختم مثل ما أختم لا أعطيت حق الختم أنت استشهد في العام أحمد السعدون وقلت بأن هو اللي قال بأن هذا إنجاز زين أحمد السعدون العم عسى الله يعني طول عمره مسيح عليه بالخير هو اللي وافق على اتفاقية 2000 اللي هي الاتفاقية التي تم فيها تقسيم الحدود البحرية اللي انت توك حطيت لنا إحداثياتها اتفاقية 65 أيضا هناك ناس وافقوا عليها وانت قلت لحد ذاتك هذول الإنجاز ما قلت يا جماعة ما يسبت يعني في عدم توازن برأيك توك تقول 65 و2000 هم الإنجاز وهم هامات الحين قلت جايبة تدري شلون كل واحد ياخذ فلوس طولوا بالك هل نملك ان احنا هل احنا لو نملك ان احنا نقسم الثروات تحت الارض طول لا يمكن قسم الثروات تحت الارض وضحت هذا انا بيك على جانب السياسي النقطه جانب الاخيره والمهمه اللي هو قالها لا يعني عنها هو قال بان قانون الداخلي هو قال بان قانون الداخلي يمنع دستوري الداخلي يعني يتعارض مع الاتفاقيه لا تقسيم الثروات يجوز انت جاوبني استاذ لا ما تم تقسيم الثروات تم الاشتراك بالثروات المصطلح يفترق اخوي اخوي المصطلح يفرق اي شلون يفرق اشرح لي انت المشاركه في الاقتسام ها تشارك في انا قاعد اسحب منه وهو قاعد يسحب مني لا 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 يجوز الاقتسام شنو لي انت يجوز بموجب الاتفاقيه لا 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 نعم بموجب الدستور 65 نعم يجوز المشاركه يجوز نعم بما انها تمت باتفاقيه ان يشاركك اي طرف اجنبي بثرواتك يجوز عيل معناته اتفاق 65 انت جاوب انا ما ابي انا قاعد اسالك جاوب انت انا ابي استفيد منك سؤال انا ما ابي اجاوبك لا 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 انا ما ابي اجاوبك لان ما املك راح اجاوبك انت استاذ القانون انت توك قلت هذول الانجاز توك تقول انجاز 2065 وياك تقول 65 و2000 مو دستوريات راح اوقف انا راح اوقف على فاصل وراح ارجع بعدين اسال في بعض الملاحظات على المذكره في موادها بعد هذا الفاصل عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام دكتور ابي اسالك في المذكره عشان ادخل في المواد شوي يلا شوف الماده الاولى من المذكره تقول لك ترعى شركه ارامكو لاعمال الخليج مصالح المملكه العربيه السعوديه في المنطقه الواقعه خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة. نعم. المادة 2 تقول ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة. المادة 3 تقول ترعى شركة شفرون العربية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال. أنا الحين اللي عارف أن 12 ميل 6 ميل عندنا إحنا جانب الكويت وستة أميال عند الأخوة في الجانب السعودي. ستة أميال يقول لك خارج الستة أميال اللي ترعاها شركة أرامكو شنو هي شنو معنات ستة خارج الستة أميال خارج المنطقة المقسومة شنو يعني عندنا أي خارج المنطقة المقسومة ترى مو عندنا لا مو عندنا خارج المنطقة إيش حاجة محطوطة هنا عادي موجودة ليش موجودة لأن شركة أرامكو هي اليوم اللي دخلت مكان شفرون في هذا المكان ببساطة لا الكار قال لك شفرون ترعى مصالحها داخل الستة أميال صح وبعدين كمل المادة. أوكي. داخل. تراعى شركة أرامكو أعمال الخليج في المنطقة خارج ستة أميال. خارج ستة أميال. شنو خارج المغمورة؟ هذه خارج ستة أميال. شنو خارج ستة أميال؟ خارج ستة أميال عندنا يعني؟ لا لا خارج ستة أميال ما أدش البحر الإقليمي خارج المنطقة المغمورة المنطقة المغمورة هي المنطقة اللي هي. إيه. ستة أميال عندهم ستة أميال عندنا. نعم. شنو خارج ستة أميال؟ إيه خارج ستة أميال من حدود البحرية مالتنا. اللي احنا تم تقسيمه بسنه 2000 زين وشفرون ستة اميال شنو اي ستة اميال تقصد اللي داخل عندنا اي نعم زين واحنا وين الستة اميال عندنا ستة اميال داخل وين مكتوب بموجب بموجب التقسيم في 2000 وين مو موجوده مو موجوده ما فيها ما في مشكله غلطه لا مو غلطه هذا خطا تشوف انت
لا مو غلطه. شلون خطا من ملاحظات؟ لا مو غلطه. عيني شلون خطا؟ نفط الخليج، وين نفط الخليج؟ وين اللي يمثل دوله الكويت؟ وين اللي يمثل دوله الكويت في 6 أميال؟ اذا شفره تمثل مصالح المملكه في 6 أميال عندنا، وين اللي يمثل مصالح الكويت في 6 أميال في داخل المملكه العربيه السعوديه؟ هذا الاتفاق كان معلق، ودش وشوف اقرا. مشكله الاتفاق البحري بانه كان معلق، معلق تخيل من متى؟ من 1965. لا المذكرة، المذكرة مثل ما تفضلنا فيها هني، مثل ما تفضلنا فيها المذكرة. انا هذه وين اللي تصوتوا على المذكرة؟ اي قلتوا ما فيها شيء. لا ما في شيء. وين نروح؟ ما في ترجع حق اتفاق 2000 وين ترجع 65؟ هذه مذكرة تفاهم. معلش يا جماعة، ليش نصت على شفرون واستثنت نفط الخليج؟ لان ببساطة لان ببساطة هذه المنطقة بالنسبة للستة أميال اللي هي يد فيها منطقتنا. لا مو منطقتنا، لا مو منطقتنا. لا شوف، أولا أن تراعي شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة في المنطقة الواقعة خارج ستة أميال بحرية من المنطوق من منطقة المغمورة المقسومة. دولة الكويت المقسومة، دولة الكويت إنزين قسم مالنا. بعدها 6 أميال بعد المغمورة. إيه؟ بعدها 6 أميال المغمورة يعني بالمغمورة. لا بعد المغمورة الخليج. المقسومة يا جماعة النص واضح. لا جماعة شوف خارج 6 أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة التي تم قسمتها وخلصنا منها. يعني عندهم 6 أميال عندهم. إنزين وإحنا شفرون 6 أميال عندنا. ممكن إيه؟ لأن هذا طبيعي. وين عيل إحنا اللي عندهم 6 أميال؟ إيه وين ليش مكتوب؟ لا 6 أميال في مو بحرنا، برا المقسومة. المادة الأولى يا جماعة مغمورة بحرنا مقسومة. يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة مقسومة برا المغمورة بحرنا. مخالف الحين توك تقول لا تقاطع. لا بوضح لك بهي. لا ما توضح لي، النص واضح. المادة الأولى من المذكرة تتحدث عن 6 أميال خارج نطاق الاشتراك ما بين الدولتين. حقي أذاكرها، إيش علاقتي أنا خارج 6 أميال؟ هو عنده مشكلة مع خارج نطاق مياه دولية. خارج نطاقته خلاص، هذا عنده مشكلة مع طرف ثالث. لا مياه دولية. إيش علاقة مذكرة ثنائية؟ ماشي في النهاية الستة أميال مو في منطقتي. مو في منطقتنا خلاص. مو سمه مو. أقراها مرة ثانية. أقراها. ما خلص. أنت راعي. لا ما خلص كلامي. لا ما خلصني خلص كلامي وقاطعنا. لا ما عليك. أول شيء هذا النص بأن 6 أميال خارج المنطقة المغمورة المقسومة، يعني هذه المغمورة المقسومة اللي أنا ويا السعودية فيها الاتفاقية قالت 6 أميال. إيش علاقتنا؟ هاي ليش تذكر؟ زين بوحسين زيادتها ولا عدم ذكرها هي مو داخل المنطقة المقسومة. لا تفسر، قد تفسر عندي. ليش تفسر عندي؟ قاعد أقول لك خارج النص موجود يا جماعة. ما عليه، خل المنطقة المغمورة ما عليه. دقيقة خل أوقف عندها، أقراها وبكل بساطة أتكلم عليها. المادة الأولى من مذكرة المادة الأولى أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج زين ممثل المملكة العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج 6 أميال بحرية من مو خارج المنطقة المغمورة، من المنطقة المغمورة. كملها المقسومة. لا كمل. وين المقسومة؟ المغمورة المقسومة. احنا نتكلم عن اتفاق اكو مغمورة سنة بعد 2000. كاملة اكيد مقسومة يعني. هناك سنة 2000 اتفاق سمى المنطقة المغمورة اللي هو حدد الجزء للسعودية والجزء للكويت. ليش مذكورة بهالمادة الأولى؟ ليش علاقتنا ما فيها شيء في النهاية فيها هذه المادة في الحدود السعودية؟ لا لما تذكر بهذا الشكل كأن أنت زين فسرنا لك إياها. يلا الحين إحنا في النهاية فسرنا لك. وين وين أوكي ممتاز. إذا كانت شفرن ترعى المصالح في 6 أميال تبعنا إحنا الكويت. لا الأولى مو تبعنا، خارج منطقة التحديد. اثنين أن تراعى شركة ثلاثة شفرن لا اثنين أو شيء خلنا اثنين كن مرتبين. أن ترعى شركة الكويتية نفط الخليج مصالح دولة زي. الكويت في منطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. ثلاثة. أن تراعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة. وين أي 6 أميال؟ والمنطقة 6 أميال البحرية من المنطقة المقصور المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي سوف تنتهي بتاريخ 3. أي 6 أميال هذه اللي في شيفرون؟ عندنا. اللي داخل عندنا نعم. إنزين وين اللي إحنا عندنا 6 أميال داخل؟ يا جماعة معلش هذا عقد امتياز موقع في السابق بموجب اتفاق. هذا عقد امتياز موقع في السابق سنة 1965 احترم النص. لا اسمح لي في سنة 1965 الاتفاق قال لك عقود الامتياز عقود الامتياز تمتد إلى أن تنتهي. نرجع شنو مشكلتنا احنا الحين أساسا؟ من يمثل شنو مشكلة المترك 6 أميال؟ علي مو معقول يعني. بس مالك لا, لا 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 طول بالك خلينا الفيديو ونقول تفضل تفضل. طبعا البند الثالث من الاتفاقية والنقطة الثالثة من الاتفاقية تجاهلت الكويت تماما. لا انا قال ما لها البند، خليني البند الاول ما له علاقة. خلينا نكمل لك على الثالث الحين وصلنا الثالث احنا. زين اوكي زين هو يتكلم انه هذا امتياز موقع من الخمسينات واحنا هو اولا امتياز كان ب49 وانتهى ب2009 اوكي جددت السعودية دون الرجوع للكويت وصار عليه الخلاف. إذن اليوم الامتياز 30 سنة وقعت السعودية ها؟ مع شركة شيفرون.
أنا ماني مضطر، هذه مذكرة تفاهم ترى مو بالسبعينات، مو هذا اللي سوتوا عليها. كلام صح. ما له داعي أن تصاغ المادة بهذا الشكل، أنا بحط حسن الظن قبل سوء الظن، بهذا الشكل المشبوه ها، والذي استثنى الدور الكويتي، يعني حتى ما في ذكر لشركة نفط الخليج من تمثل الكويت في الأعمال المشتركة ها. بس أكمل بعد إذنك، بعد إذنك المادة اثنين يا جماعة، لا خلف اثنين، ثلاثة أن ترعي الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. السعودية عندها شركتين، ليش ما نص عليها؟ لأن احنا عندنا بس شركة واحدة، فبالتالي سواء كانت في المنطقة المقسومة عندهم شركتين، احنا عندنا شركة واحدة، فبالتالي لابد أني أنا أبين شركة أرامكو وين تبي تشتغل وشركة شيفرون تبي تنتقل، وكل هذا في القسم وين؟ تفضل، وين هذا القسم؟ عندنا لا سعودي، لا سعودي، لا 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 يا جماعة، تقول شيفرون على ستة، أول شيء أرامكو الأولى أرامكو في سبعة خارف. المادة الثانية تقولك ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة حبيبي. والمنطقة المغمورة المقسومة، يعني هذه تشمل الجميع. ليش حبيبي تتعلم؟ حبيبي حبيبي، أولا في البدايات قال هذه ستة أميال خارج المقسومة والمغمورة، قلت لي بمياه دولية مزيح. الآن تعدل الوضع ممتاز مزيح. بس أنا قاعد أقول الصياغة هذه مشكلتي ومشكلة الكثيرين ومنهم أستاذنا الكبير فاروق النوري، الصياغة ليست محترفة، تثير المظنة، تثير المظنة. أنا ما قاعد أشكك الآن، أنا قاعد أقول هذا العيلة زين. بس خلاص، بس خليني مثلاً عندي 20 دقيقة. يلا توك. التعويض لشركة شفرون البعض أثار نقط يعني اعتراض عليه، ليش التعويض وعلى أساس؟ وغير دستوري. وين مشكلتك؟ غير دستوري. أولاً التعويض. أولاً بالمذكر تفهم. أولاً. قول لا لحظه، احنا الحين تجاوزنا السؤال الاول اللي ما تبي تجاوب عليه، اللي قاعد اقول لك طلع حق الناس وين الماده اللي تقول ان احنا فقدنا سياده، واللي انت ما رديت تجاوب عليه. انزين الحين نبي نرد نكون على عشان نخلص نقطه. اوكي لا لان النقطه لا النقطه الاولى ما جاوب عليها، عاد بيروح للنقطه الثانيه ما يجاوب عليها. زين النقطه الاولى مالت السياده، انت ما طلعت لنا. تفضل تفضل بسرعه بسرعه يا جماعه، وين السياده؟ خلي قاعد يروح طول بالك، خلي اسكت الحين، خلي طلع النقطه اللي يقول فيها تعويض. زين لا اول شيء بجاوبك على السياده. سياده إيه نبي نقطه، ما انا رديت عليك بس انك انت من فعل ما ركزت. انا قلت لك اذا انت تعتبر بان هذه الحدود حدودا نهائيه دوليه، اذا كل المواد بمذكره التفاهم وبالاتفاقيه التي تتحدث عن اشتراك المملكه العربيه السعوديه بالثروه مع دوله الكويت في حقول تقع في أراضيها بعد التحديد، هذا الدول اللي تحكون عنها يعتبر مخالفة دستورية وتنازل. هذا خبر يعني اتفاق 65 غير دستوري، اتفاق 2000 غير دستوري. أوكي واضح. أكلمك عن اللي صوت عليه. ما عليك، خلنا نتجاوب. أنا أعتقد برأيي الشخصي ما كان يفترض بعد اتفاق 65 أن تكون هناك مشاركة بالمؤسسات الطبيعية. أنت ما يخالف. وضحت أنت يقول مشاركة ويقول ما يصير. أنا الرأي. ما يخالف. قل لي على تعويض شركة شفرة. ليش تقول غير دستوري؟ دستوري والدكتور يعلم وأستاذ قانون عضو مجلس الأمة، أي تفويض مالي غير محدد لا يجوز. دستوريا لا يجوز. هذا تفويض تشريعي بالتزام مالي غير محدد. إحنا ما ندري بندفع لهم دينار ولا مليار، وفوق هذا وذاك، فوق هذا وذاك. أصلاً. من قال وما هو الأساس التعاقدي اللي إحنا بنعوض على أساسه؟ ممتاز. أوكي أنا حبيب دكتور يفترض منعوض مفروض إحنا ملاحظة ملاحظة أبو محمد صالح الملا، أضيف عليها شغلة أساس أنت تجاوب تأخذ راحتك في الإجابة. صفحة 29 من 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 تقريركم أنتوا في 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 لجنة الشؤون الخارجية، شو تقول اللي هم كانوا يقولون إفادة وزير الخارجية والمختصين؟ 29 صفحة 29. نعم. إفادة وزارة الخارجية والمختصين شو يقولون؟ يقولون المقابل المقرر قيام دولة الكويت سداده لشركة شفرون السعودية مقابل المنشآت الإدارية والسكنية القائمة والتابعة لها، فهذا سيتم تقييمها وتحديد قيمتها وفقا لحالتها الحالية. نعم. مع مراعاة أنها أنشئت منذ أكثر من 50 سنة، يعني اللي موجود الحين في الجانب الكويتي. نعم. إحنا بنقيمه لأنه صار على أساس أنه صار له 50 سنة. نعم. زين انا لما اروح على المذكره في الماده 6 لما نقول تختار كل شركه في من يمثلها. نعم. الى ان يصل بعدين يقول من تاريخ نفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركه شفرون العربيه السعوديه ومبانيها الاداريه والسكنيه الذي سيجرى اخلاؤها. وهني يقول هني النقطه ويكون اساس التقويم
تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده المملكة العربية السعودية، يعني أنا مو راح أقيم 50 مباني من 50 سنة، راح أقيم إيش كثر راح يبنون هناك في الجانب عند الأخوة السعوديين. إيش علاقة الكويت تدفع حق مبنى جديد في المملكة مساحته خاصة 700 ألف متر مربع؟ كلام سليم. في النهاية اليوم هذه الاتفاقية أعادت لمنطقة الزور كاملة إلى السيادة الكويتية. غير صحيح. نص منطقة. المنطقة الزور كاملة تحت السيادة منطقة. الكويتية. نص منطقة. خلا ما راح. شفرن بتملك معاك هذه مذكرة تفاهم. شفرن بتملك النص وتدفع لهم. عادت المنطقة إلى 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 السيادة الكويتية وفقا للقانون الكويتي وأدخلت شفرن إلى موجب قانون. أنت اللي أدخلت. أنت اللي تدفع إلى الاتفاقية المشتركة. في السابق كانت الزور عبارة عن ميناء وسمى هناك سمى ميناء سعود. كانت تملك السعودية وشفرن 100%. بموجب هذه المذكرة اليوم سوف نقيم أصولهم. وندخل احنا في هذا الميناء اللي كله دخل ضمن العمليات المشتركه حال حال الوفره والخفجي. لكن كسياده كقانون يطبق على الزور اليوم من القانون قانون الكويتي. قانون الكويتي مثل ما السياده السعوديه تطبق على الخفجي وقانون السعودي يطبق على الخفجي واحنا شركاء وياهم. نعم دخل رد الى حد الى الى اتفاقيه سنه 1960 يعني احنا شركاء مع اي في الخفجي نعم ومشركاء معنا في الزور. اخذت الميناء نص بنص بالشراكه وكان في السابق سعودي 100%. جاوبت عليها. انزين الجزء الإداري. الجزء الإداري للمباني. خلني تفضل. بالنسبة للمباني في النهاية أنا سأستدخل هذه المباني. مباني سعودية هم مبانينا صار لهم 50 سنة. أنا راح أقيمها. أنا راح أقيمها. مثل ما راح أعطيهم فلوسها لأن في النهاية. ما تقيم. بس وفقا للاتفاقية تقولك أقيمها وفقا للمنطقة الجديدة. لا لا أنا أيضا في النهاية اليوم عندي جزء راح أشيله منهم. انا جزء راح اشيله منهم ايضا. هذا اقيم الجزء اللي بشيله ليش اقيم المكان اللي قيمه النقل الميناء. انا عندي ميناء مو الميناء مباني الاداريه حتى فيما يتعلق في الميناء ايضا. في النهايه كل ما يتعلق في شفرون اللي تم ايقافه في سنه 2007 انزين سوف يزاح من هذه المنطقه ويذهب الى المكان اللي انت راح تقيم وفقا نعم. وفقا للمكان الجديد راح اقيم قيمه الاشياء. نعم المكان الجديد كم يكلفهم إيه؟ نعم قيمه الاشياء. ليش نعم. اقيم عن المكان الجديد لان انا شايله. لا هو شايله. هو شايله. هم شايلين. انا شايله. انا شايله. فبالتالي اولا انا هني ميزه هذه الاتفاقيه ان انا استرديت الزور. انا استرديت الزور كامله تحت السياده الكويتيه. القانون سوف يطبق اليوم القانون الكويتي. زين اوكي. المينا كان 100% سعودي. وزير النفط ما كان يقدر يدخله. اليوم بموجب تعديل عقد الامتياز اللي أجبرت السعودية على تعديله احتراما للحدود فبالتالي أصبحت هذه المنطقة كانت تدار 100% من السعودية اليوم صارت مشتركة حال حال الخفجي. فبالتالي عندي مثل بحري. تعالي على التعويض. يبقى نقطة مهمة لازم نوضحها. التعويض قانونا هو التعويض مقابل خطأ واحنا هذا الشيء ايضا اثرناه في التقرير واعترضنا على كلمة التعويض وقلنا بان المسمى الاصل لابد انه يكون مقابل ما سوف يدفع لان في النهاية هذه امور مبنيه احنا راح نستدخلها فبالتالي احنا ما طلع منها ضرر حتى نسميه تعويض. لذلك هي ببساطه مبالغ ستدفع يا جماعه لاغراض ومباني سعوديه. انا دكتور يعني بعد انا بقول شيء تخيل لو ان احنا بالقوه الجبريه نحرك الجيش وناخذ المنطقه بموجب القانون الدولي لازم نعوضهم ايضا. عارف بس انا انت ليش ليش بالتقرير صفحه 29 يقول لك وفقا لحالتها من 50 سنه انت على الاتفاقيه يقول لك لا قيمتها في المنطقه الجديده. لا لا الاشياء اللي موجوده اليوم اللي انا بقيمها اولا اللي ما تقيم اللي عندك تقيم. لا 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 اوكي جاء ابو محمد راح نقيم احنا وفقا للي عندنا مو بهدوء وبسرعه. تفضل بعجاله بدون مقاطعه. تفضل. اولا انا ما جاوبني الاخ العزيز الدكتور عبد الكريم هل يجوز دستوريا ان اعطي الحكومه تفويضا تشريعيا بالتزاما ماليا غير محدد؟ خلني اجاوبني انا اعتقد اعرف الاجابه عموما الامر الاخر وصل وين التفويض التشريعي؟ طول وقت طول التفويض التشريعي لا لا بس طول هم يقدرون مو تفويض احتمال يدفع دكتور التزام بالدفع التزام بدي اعطيك مثال لا اعطيك مثال ياك غرامه الدواء أيه؟ المجلس معطيه حق الحكومه غصبا عليه كانت تدفع أفهم. هذا امر دولي لا 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 عفوا عفوا هذه لا شوف طول بالك لا هذا انت الحين بسيط طول لا لا خلي كمل لا لا خلي كمل ارجوك خلي انت تقولون بيوت خبرني خلي كمل لو سمحت اليه الدفع اليه التقييم اصلا اليه التقييم شو هالهلا شلون انا اختار نجيب انك انت تقيم نجيب الحكومه اللي انت موافق فيها وجهه نظري حتى خليت تقييم دولي يا جماعه طول طول خليت عبد الكريم تفضل
شو تقول الآلية؟ إني على الآلية طبعًا تفويض تشريعي الحين خلصنا منه، ما في تفويض تشريعي. لا ما في تفويض. لا يجوز. إيه لا ما يجوز. أوكي. وما في تفويض تشريعي. كارت بلانش ها؟ شيك على بياض دفعوا لشيفرون السعودية من دينار لمليار. هذا واحد. اثنين، الأمر الآخر حتى التقييم. أنا بالنسبة لي أنا يفترض ألا أدفع تعويضات. أنا يفترض ألا أدفع تعويضات لسببين. السبب الأول، أنا لم أوقع عقد الامتياز مع شيفرون. أنا ما وقعته. بعد 65 احترمت العلاقة الطيبة بيني وبين الشقيقة المملكة العربية السعودية وخليتهم. أنا كان ممكن أروح تحكيم دولي، باحة صارت الحين أرضي تحت سيادتي وأمارس فيها سيادتي. هذا يعني خلنا نكمل، صارت تحت سيادتي. خلنا نكمل لو سمحت ما قاطعتك. ها لا أنا قاعد أقول لك كان يفترض الجماعة يسوون ذاك الوقت. خليك ها؟ ها ويفترض إنه نشوف لهم حل ويطلعون وتتفاهم معهم المملكة العربية السعودية اللي وقعت. أنا ما وقعت. أنا لو موقع نعم أتحمل كلام الدكتور صحيح، أطلعهم أعوضهم. أنا ما وقعت. إنه يفترض أن يعوضهم من وقع معهم عقد الامتياز. عقد الامتياز انتهى ب2009. إذن أنا على أي أساس أدفع؟ الأمر الآخر موضوع التقييم مبهم مهلهل. ليش قاعد أقولك ما راجعتوها صح؟ إحنا نختار بيت خبرة، السعوديين يختارون بيت خبرة، والبيتين يختارون بيت ثالث. بيت ثالث. طيب إذا تفاوتت الأسعار أي سعر ناخذ؟ الأقل ثالث. الأعلى لا بس خلينا نكمل. لا مش هو الثالث، أكو بيتين وبيت ثالث، هم ثلاثة هم يقيمون. وأكو عندك ثلاث تقديرات، وقد تكون التقديرات أو التفاوت بين التقديرات كبير جدا. ها يعني ما حطيت مثلا متوسط تقييم مثلا، أو أن البيت الثالث هو من يفصل. يعني مو ما هي موجودة بال... إذا في اتفاق جانبي في اتفاقية ما رأيناها ما أدري، لأن يجوز يصير في اتفاقية بس ما تخالف الدستور. لكن إحنا ما شفنا الآلية اللي موجودة بكل أسف. ونعرف في نواب طلعوا على البوديوم قالوا إحنا رحنا للجنة سألنا هالأسئلة، من ضمنهم هالسؤال ما جاوبون. شنو صح ثلاث بيوت صارت تشارك الواحد. طيب في النهاية اليوم أنت تملك أنك أنت تقيم بالكويت. أوكي. والسعودية تقيم وتروح واحد مرجح. طيب اليوم الآلية اليوم شنو مو موجودة؟ إحنا نروح إلى مكتب خبرة عالمي لا سمعته. أوكي. يقيم مو والسعودية موجودة. تروح إلى مكتب خبرة عالمي يقيم. إنزين. وفي واحد ثالث بينهم يقيم. يرجح. لا ما يرجح. يرجح معهم ثلاثة. هذه آلية تحكيم. هذه آلية تحكيم. الوزير أجاب. الوزير أجاب. أنت تعلم دكتور. قال بيرفعون لنا تقرير. طيب شو ندفع؟ تحكيم. هذه آلية تحكيم. هذه آلية تحكيم. أنت في البداية. ما هي موجودة بالمذكرة. شو ما هي موجودة عشان تقول لكم استعجلتوا. لا ما في حد استعجل. الأمر الآخر. الاتفاق. الأمر الآخر. زين إحنا كمل ولا بيكمل؟ قلت أنت. تو يقول لا تنرفز ولا تشيل. الأمر الآخر. الأمر الآخر. الأمر الآخر. أنا ما كملت. الأمر الآخر. أين حقوق الكويت المالية؟ يا حسين أنت القرار اتخذ من جانب واحد، وقف الانتاج، خسائر النفطية، وهجرة النفط. وهجرة النفط. هذا يلا جاوب الحين. أول شيء أرجع حق هذا الموضوع. في النهاية هذا ليس تفويض، هذه آلية، هذه اتفاق. طيب إذا بعد إذا ما حد عاجبه مكاتب الخبرة اللي إيه هي تقيم، إحنا بعد من وين نجيب آلية أخرى؟ في النهاية هذه الآلية اليوم موجودة. إنزين السعودية ممكن تقيم، الكويت ممكن تقيم، إحنا نقدر نقول ترى هذه هالكثر سعرهم، والسعودية تقدر تقول هذا هالكثر سعر، فبالتالي لا ننتهي. ولكن اليوم شنو الأحسن؟ إني أنا أستعين ببيوت خبرة محترمة تقيم، ومن ثم ما حد يتخالف مع الثاني وننتهي من هذا الموضوع. النقطة الثانية فيما يتعلق بأن الأخ محمد يتفضل ويقول يا حسين ما جاوبني على اساس المنفذ. طرحت له السؤال كيف عاد يرد؟ ما يبي يرد. فيما تعلق انه قال بان شلون ان احنا ما نطلب تعويض لان السعوديه هي من اوقف الانتاج وهي من تسبب في النهايه. ايضا انا قلت لك مشكله انه هو ما قرا التقرير. ما قرا في هذه النقطه مهمه ومثاره في التقرير. مو تقرير، هذه افاده حكوميه موجوده اليوم. اهدرت حقوق ماليه للدوله. بدايه المشكله كانت في سنه 2008 يوم قامت السعوديه لما بتمديد تجديد عقد الامتياز. اوكي ايش سوت الكويت؟ اتخذت اجراءات من 2009 بوقف دخول شركه شيفرون للكويت. يعني هذه الاجراءات اللي اتخذتها اوقفت ملف الشركه بالكويت. نعم سجلها كافه الاعفاءات الجمركيه شلت شركه شيفرون على اثر هذا الموضوع. كافه الاعفاءات الجمركيه وكافه عقود الخدمات والمقاولات مصادره على اثر السعوديه اوقفت الانتاج في سنه 2000 اجراءات عديده اتخذتها وزاره الخارجيه ثم اوقفنا احنا الوفره في والله لو هني النقطه المهمه. كامل احترامي للدكتور عبد الكريم، لو وزير النفط السعودي قاعد قدامي ما دافع عن السعوديه كذي ماشي ارجع حلو. ليش يوقف بالخفجي؟ زين الحين ارجع زين مشكله بالوفره ليش يوقف بالخفجي يا ابو محمد؟ ليش يوقف بالخفجي؟ انت لو تبي تجاوب على السياده اللي احد الحين ما قلت جاوبتك انت اللي ما رديت. انت هل يجوز اني اشترك معك؟ نرجع مره ثانيه حق النقطه المهمه اللي هو ما يبي انه يثبتها. يقول لك انا ليش ما طلب تعويض؟
عندي 10 دقائق. هو يقول احنا ليش ما طلبنا تعويض اولا، خاصه هجره النفط قسمها 5-5 مثل ما هو يدعي نصف. ويقول هناك هجره نفط، هناك من يدعي بان هجره نفط موجوده من الطرف الاخر. فبالتالي اساسا خليني انا اقول لك شيء، محكمه العدل الدوليه تعوض بموجب مبادئ المحكمه على التعويضات المباشره. يعني في النهايه انا اليوم لما اتكلم اقول يا جماعه ابي اروح تحكيم لازم انا اكون واثق انا اروح تحكيم وانا اروح ولا لا. السعوديه تدعي بان هناك خسارات، وهو تفضل ومثل ما قال واستفاد من 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 وجود الخبير الجيولوجي اللي قال نعم باباني والنعم نعم قال في الندوه. تخيل شنو قال؟ قال ايضا السعوديه عندها خسائر لابد انها ممكن تبني يعوضها. في النهايه هناك روح تحكيم الشركة. ليش خايف؟ هذه ليست شركه، هذه دوله. بالتالي التعامل معها لابد انه يكون بشكل واضح. اولا لابد ان نؤكد، لابد اني انا اؤكد مكامن النفط مكامن النفط شنو فيها؟ بس طول انا الحين خليني اوصل لك على النقطه هذه. ما عليه بس ابو محمد لحظه بخلص نقطه رايك بس خلي اسلم نقطه. ما قال في نقطه ما رديت عليها. هو لما يقول هل آلية التعويض الموجودة مهلهلة؟ في النهاية أنا قلت في البداية هذه الاتفاقية لا يعني أبدا بأن كل شيء فيها 100%. إنزين، وهذا الكلام أنا قلته في القاعة وقلته أمام الملأ. وكانت عندنا هناك هذه مذكرة تفاهم. ولكن في النهاية أنا لما اليوم أكون أمام أني أنا لأول مرة يكون عندي حدود معترف فيها مع السعوديه، وزير السعودي يقول لك مو حدود، انا الوزير السعودي يقول لك مو حدود، اتفاقيه دوليه موقعه متحده اتفاقيه كل الوزير خاطئ. انا اقول لك اتفاق موقع اثنين لما انا استرد سيادتي على الزور وافتح الميناء، ثلاثه لما انا استرد المنطقه الاداريه اللي كانت ماخوذه مني. كل هذه الامور بيي بان انا بقول والله هذا الاتفاق فيه مشكله. ترى على فكره لا يوجد اتفاق 100% لصالح احد، لان هذا اتفاق ما يخالف. انا هي ما لحظه في نقطه لازم نتكلم عنها. هذا الكلام ما قلناه الحين في الحلقه، هذا الكلام قلناه في القاعه امام الملأ. هناك ملاحظات، نعم هناك ملاحظات بالصياغه، نعم، ولكن هل انا ارمي ملاحظات الصياغه علشان ما يجوز تعديل الاتفاقية؟ ما يجوز، ما يجوز تعديل الاتفاقية، ما يجوز تعديل الاتفاقية. هذه مشكلة اتفاقية، إما تأخذها بخيرها أو تتركها بشرها. لذلك اتفاقيات مثل هذه تسمى باتفاقيات بسيطة أبو محمد. يعني فرض، يعني فرض. طولوا بالكم. لا انت تقدر. اليوم انا جاء امامي اتفاقيه تعطيني حدود انا انطرها من 53 سنه، من 54 سنه ما اعطتك. اثنين ما اخذ انا سيادتي على زور اللي كانت فيها مرفوع علم السعوديه، نص سياده يرجع الانتاج، نص سياده ارفض هذا كله. انا لو نملك العدل خلاص، عشان من ضمن التعويض اللي اثير اللي هو هجره مكان النفط. نعم. زين، صفحه 19 من المذكره اللي انتم عديتوها، البيان وزير النفط يقول أن توقف الإنتاج بالمنطقة المقسومة 5 سنوات لم يؤثر على إيرادات الدولة من النفط، حيث تم تعويض الإنتاج من الحقول الأخرى دون الإخلال بحصة الكويت. طول بالكم محمد، دون الإخلال بحصة الكويت من أوبك. صح. إذ هني النقطة، إذ ظلت كميات النفط المنطقة المقسومة في مكانها وسيتم إنتاجها عند الطلب. إنه يقولون إن إحنا مكان النفط، طول بالك مكان النفط، طول بالك لحظة شوي محمد، لحظة شوي، مكان النفط موجودة والبعض إن هذا كان يحتاج فيه، وحتى لما تحدث أكثر من شخص مسؤول قال إن النفط موجود تحت. زين، على التقرير نفسه في صفحة 31 في عندكم في اللجنة، بالنسبة لإفادة معالي وزير النفط والمختصين شو يقول؟ يقول لا يوجد نسبة معينة رسمية لهجرة النفط من مكامنه لدى الطرفين. صحيح. وقياس هجرة النفط تتطلب دراسة دقيقة مشتركة، وهو الأمر الذي لم نصل إلى توافق بالشأن تحديده بصورة قاطعة. طبعا. بالإضافة إلى أن الجانب السعودي يدعي أيضا بوجود هجرة للنفط باتجاه الكويت، هجرة عكسية، وهو ما يحل بدراسات لوقف الهجرة بالاستخدام الأمثل للحقول. هم يقولون ما عندنا دراسة، شلون يقول عيل النفط موجود تحت؟ شوف منو يقول؟ وزير النفط يقول لك النفط موجود تحت. وزير النفط اللجنة يقول ما في دراسة. النفط في النهاية طول ما أنه وفقا لكلام النفطيين يقول لك ما تم استخراجه. ما يقول لك ما في دراسة. لا يروح ما يروح، تكفى يرحم والديك. لا هذه حقيقة علمية. هذا الكلام لو تم إثباته، لا أثبت العراق على الكويت ودخل علينا. تعطيني فرصة. هذه مشكلة. مشكلة. خليه. زين الحين قلت السؤال وعطيته. خلاص. خليه يتكلم. انت اعطيتني سؤال وعطيتني. يلا جاوب. زين، هذه المساله لا يمكن ابدا ان احد ينكرها بان هناك هجره. ولكن كلهم يتكلمون عن وجود هجره وهجره معاكسه. زين، انا اليوم اتكلم عن سياده، الحين اتكلم عن حدود، اتكلم عن موقف واضح بان نعم انا فاوضت في النفط
من اجل ان انا احصل على الحدود، وهذا مو كلامي، هذا كلام ولا حصلت على الحدود. هذا الكلام اليوم اللي نقوله هو كلام قيادة السعودية وقيادة الكويتية. السعودية في البداية تقول لك بان السيادة من ثم عودة الانتاج. انا الحين في النهاية انت اذا تقول باقي الخمس دقائق، احنا طلعنا اليوم هني علشان انك انت تقولون يا جماعة بان هذه الاتفاقية فيها تنازل. أين المادة؟ لازلت أقول اتفاقية قدامكم اللي فيها تنازل. ردينا عليك. ما رديت. المشاركة بالثروات. قلت بأن هناك تعويض. ما في تعويض. الناس تقيمه. الناس تقيمه. أنت قاعد تطرح هو قاعد يطرح. بس ما عليه. خلي يقول. ثالثة. والمهمة ولابد أن نقولها. أنت لما تجي تقول بأن ما أن اتفاقية 2000 واتفاقية 65 هي إنجاز، وبعدين تجي تقول أنا. قاعد أقول لك أحمد السعدوني. أنا عندي مشكلة أيضا. بخل. طول بالك. أختم. لا قبل لا. راح أعطيك أنت راح تقول اليوم سؤال على هجرة النفط. هجرة النفط هم يقول لك ما في دراسة يقول لك انه موجود وصعب ان نحددها، ولا لا كان اثبت العراق ايضا. ايضا بعد ابو محمد او ترى راح تجاوبني على نقطة ونقطة اخرى. احنا اليوم عندنا اتفاق يرجع لنا 250 الف برميل يوميا، مو بس هذا حقنا. صار عندنا 500 الف قدم مكعب باليوم من الغاز مالنا. هذا زين، ما حقنا. اوكي بعد بعد هذا بعد الاتفاق. هذا بعد لا 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 هذا موجود بالسابق. ما كان مطبق. لا طول لي بالك. يلا تفضل الحين جاوب عشان بعدين نختم وياكم. يلا بشكل سريع إجابة. لا شلون موجود بالسابق؟ لا حول ولا قوة. خلي كمل بعد كان واقف. طول بالك. خلي كمل قبل الوقف القصري بقرار فردي من جانب واحد اتخذ. احنا ما لنا ذنب فيه. افترض نحن من يطالب بالتعويض وليس العكس. ما ندفع احنا شيء. عموما يقول الدكتور انه هذا، انا ما قلت عوض هجرة النفط، عوضني عن هجرة النفط. انا قاعد اقول لك هجرة النفط، النفط يروح اي نعم حتى اثناء انتاج الحقلين، فما بالك بحقل متوقف وهو الخفجي. والاخوان الاشقاء في السعودية من حقل السفانية ينتجون يومي 1,300,000 برميل. السعوديين يقولون اساسا ان السفانيه قاعد يهاجر. انا بثبت لك الحين. انا بثبت لك قاعد يهاجر اللي عندنا. هذه مجموعه مراسلات شركه الزيت. انا بكتقرا. لا مو زيت. لا بيننا احنا نفط الخليج وبين ارامكو لاعمال الخليج محديثه هذه ها تثبت هجرة النفط. أرجوك طلع لي جدول لو سمحت. أي جدول؟ جدول أقول آخر جدول. بس آخر جدول. حديث جدول. حديث المراسلات في 2016 و14 توها أزل الجدول الأخير اللي عرضه بس أبو محمد لو سمحت. أي قبل توقف الإنتاج. قبل توقف الإنتاج. يعني في هجرة قبل توقف الإنتاج. طول خلي كمل عشان نختم. لا هو يقول يعني توقف قبل الإنتاج. بس أنا تفضل يعني موجود. طول بالك خلي نخلص بس الله خلص صياح. هذا الجدول يوضح للمشاهد وللأخ العزيز الفاضل دكتور عبد الكريم الهجرة النفطية من الخفجي للسفانية والهجرة المضادة أيضا الاثنين. يرمز لهم تحت الجدول بالبلس والماينس. وبعدين يطلع لك المجموع من سنة 59 من أيام شركة الزيت العربية إلى أن انتقل الامتياز وصارت العمليات مشتركة بيننا وبين السعوديين في 2003 إلى 2012 توقف دون أسباب من الجانب أي يعني من السعودي. بس خليني أكمل لك. تدريش كثر حجم النفط المهاجر من الخفجي؟ ترى هو محسوب زائد وناقص ها. بس عشان أبين لك الكم اللي قاعد يهاجر من بسبب الطبيعة الجيولوجية للأرض من الخفجي إلى السفانية أكثر بكثير. بالنهاية طلع المحصلة شنو؟ الخفجي كحقل يطالب السفانية في عام 1/1/2012 512.82 مليون برميل. مليون برميل 512 مليون برميل. ويجيني واحد يقول ايش شنو هجرتنا؟ لا في هجرة نفط. وهذا بالمناسبة هذا الجدول لا وهذا مع المضادة. هذا اثنينهم بلس وماينس. بعطيك الجدول ها اسمح لي. لا اكمل بس أوكي. هذا الجدول بالمناسبة حتى ما يقولوا منين يبتدي. هذا الجدول معتمد من الطرفين السعودي والكويتي قبل ان يتخذ الطرف السعودي قرارا بايقاف عملية التقارير هذه الشهرية والسنوية في موضوع الهجرة. كان في قرار مشترك بايقاف الهجرة وكان في مشاريع والى الان قرار مشترك من السعوديين وبين الكويتيين في منطقه العمل المشترك. انا مو نفطي بس شو بقول لك. انا اقول لك ايه زياده الحفر وزياده الانتاج من الطرفين مع بعض. بس قول له الله. هذا ما هو قول له الله. انا معك. بس لما الطرفين ما يتفقون
الهجره تزيد ذاك الصوب، منو مستفيد؟ مو الطرف، الطرف السعودي فقط. بس احنا قاعد نسحب هناك بعد. لا السفانيه ما لنا شغل، قاعد نسحب من خف جي اي. انت مو متصور هو هو ترى على فكره مكمن واحد، وضحت مكمن واحد. اذا مكمن واحد قاعد نسحب منه مع لا لا وين المشكله؟ الطبيعه الجيولوجيه ان الهجره من الخفج للسفانيه هذه ارقام طبيعيه قاعد اعطيك اياها بالنهايه كمساله. هذه مراسلات فنازلنا عن صار، وهذه هديه للدكتور عبد الكريم. انا لا لا حقك حق، لا قبل لا تختم. وايضا هذه هديه هذا بس اخلص اخلص لو سمحت، لان الماده غير موجوده. موضوع بسرعه على السريع الان، يقول تعويضات احنا بنقدر نقدر. لا لا قبل التعويضات، قبل التعويضات لا بس بكمل بكمل عشان تختم انت. خلص وقتي، خلص الاتفاقيه لا نازلت عن سنتين. خلص خلص، هل الاتفاقيه تعدلت فيها الحدود؟ جاوبتوا اثنيناتكم، الناس تقتنع، الناس تقتنع. مو مو ترى في النهايه هذه الاسئله طرحتوها من بدايه البرنامج ما جاوبت عليها. اخر شيء، اخر شيء، اخر شيء طول بالي. خلص وقتي، خلص وقتي. اتفاقية خلص وقتي، خلص وقتي. فيها تنازل عن السيادة ولا كسب سيادة؟ نعم. شلون حدود؟ خلص خلص وضحته، وضحته. أرض استرديتها، مينا بطلته، وإنتاج وين يا حسرة؟ معلش أنا ممكن أنفخ في قضية أبو حسين، أنا أتكلم يا خلص وقتي. والله خلص وقتي، والله خلص وقتي. كلنا عندنا مشكلة مع الحكومة، بس ما يصير يكون عندنا مشكلة مع بلدنا. ما عليه دكتور، دكتور عبد الكريم الكندري رئيس لجنة الشؤون الخارجية، مشكور لحضورك معي اليوم. لا ما قلت أنا الأخ صالح. خلص بس خلص وقتي، خلص وقتي. احنا نطالب بتعويض وقف الانتاج، كلفنا فوق ال 20 مليار بوفق تقارير. كلام غير صحيح. رياض العتاني في ديوان المحاسبة وهو لجنه الميزانيه وتكلم عن حساب قدامي. رياض ما خليتوني اشكر الجماعه، بس اللي عندي ورا الكنترول 150 دينار. لا هذا من نفط الخليج، تعويضات مباشره. انتم وقف الانتاج، هذا كلام رياض العتاني. انتم مشكورين، اول شيء مشكور، مشكور. حافظ على سياده بلدك. طول بالك بس، انت مؤتمن. مشكورين، خصيتوني في هذا اللقاء. انا مؤتمن، لذلك انا انت مشكورين على جهودكم. شكرا جزيلا، مشكور انك خصيتني في هذا اللقاء. انت مشكور، مشكور احارب، مشكور انك خصيتني في هذا اللقاء. لكن كان واضح انك انت مخرجنا محمد عز. مشكور، مشكور اخوان، اخوان الاخوان اللي ببرنامج اسف، اعتذر منهم من اليوم، اخذنا وقتهم ويسامحونا. اخوي احمد الفضلي مشكور على يعني اعداد الحلقه، السماح للتوقيت. ما يقولنا جاي ما يخالف، الحين نشرب، الحين احمد الفضلي عازمكم على عشاء. مشكورين مشاهدينا الكرام، ان شاء الله نكون وفقنا في نقل وجهه النظر. بالاخير هذه الاراء تكون لكم انتم تقيمونها مع اي طرف، لكن بالاخير نبقى في ظل وطن يعني تجمعنا الكويت، نختلف فيما بيناتنا. هذا هذه الديمقراطيه الكويتيه. مشكورين، مع السلامه.